الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. عندنا كلام كتير جدا، ولكن النهاردة طوال النهار الحقيقة وأنا بسمع كلام خاص بإحدى اللعبات الجماعية اللي موجودة في مصر. معرفش هل الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي، أنا سمعت الحقيقة، حاولت أن أنا أتواصل مع أطراف الأزمة لكني لم أصل، فأنا حبيت أن أنا أتكلم مع حضراتكم. لو كان هذا الكلام حقيقي يبقى إحنا ما بنشتغلش رياضة، يبقى إحنا بنشتغل أي حاجة تانية ما عدا رياضة، أي رياضة. لأنه هل من الممكن أن في حد يصدق أن يكون هناك اتحاد معين للعبة جماعية معينة ولاعبة في هذه اللعبة تروح لرئيس الاتحاد وتتكلم معاه في التليفون وتقول له أنا عندي مشاكل في النادي بتاعي، قال لها أنا حللك كل مشاكلك فيما عدا أو لو ما رحتيش الأهلي؟ هل ده ممكن؟ هل من الممكن أن يكون هذا الكلام حقيقي؟ ولو تم إثبات أن هذا الكلام حقيقي، إيه الحل؟ طيب هل حضراتكم شايفين ان الكلام اللي انا بقوله ده يمس اي حاجه في الرياضه؟ لو صح هذا الكلام، لو صح هذا الكلام ايه اللي هيحصل؟ والنادي الاهلي تحديدا، لا روحي في اي حته في مصر واخلص لك مشاكلك مع النادي بتاعك، لكن الا النادي الاهلي؟ ليه؟ هو النادي الاهلي عمل لك ايه ولا عمل لكم ايه؟ عمل لكم ايه؟ والنادي الاهلي عمل لحضراتكم ايه؟ انا بعد كده هتكلم بالاسماء، لكن النهارده لغايه لما اتاكد من صحه هذا الامر انا قلت الواقعه، لكن انا بتاكد الحقيقه من صحه هذا الامر. وانا ممكن جدا من ابتداء من يوم الاحد اللي جاي كل يوم هيبقى عندي جزء عن هذا الامر، عن الالعاب الاخرى كلها يعني، لان في العاب كتيره جدا نقدر نتكلم فيها. فاللي بقوله لحضراتكم، هل من الممكن ان احنا نشوف حاجه زي دي ونقول عليها رياضه؟ بيتم محاربه النادي، اذا صح هذا الامر بيتم محاربه النادي الاهلي بكل الطرق وبكل الاساليب زي ما حضرتك شايف. اخلص لك كل حاجه واعمل لك كل حاجه، ولكن ما تروحيش النادي الاهلي. هذه المكالمه كانت مسجله، فاكرين زي زمان في الحاجات اللي كانت بتطلع؟ هذه المكالمة مسجلة، وعندما عندما علم بالأمر الحقيقة اتخض، بيحاول يحل دلوقتي، الأمور بتتحل دلوقتي. لكن هل ده ممكن؟ دي الواقعة التانية بالمناسبة. ولكن يا جماعة بجد والله العظيم ثلاثة ده بيحصل. ولما نيجي نقول يا جماعة النادي الأهلي بيتعرض لمؤامرة من بعض الاتحادات لانه بيحصل فيها كذا وكذا وكذا وكذا، يقول لك يا عمي كفايه بقى، ارحموا نفسكم من موضوع المؤامرات، ارحموا نفسكم من اللي بيحصل. هو انتوا الاهلي ما يا جماعه الاهلي اقسم بالله الاهلي ما عندوش مشكله ان هو يخسر، ما فيش مشكله، احنا بنلعب رياضه، احنا بنلعب كره قدم او غيرها من الالعاب، ما عندناش مشكله ان احنا نخسر، ولكن نخسر لانه الاداء الاهلي سيء، نخسر لانه المدير الفني مش كويس، نخسر لانه كذا او كذا، مفيش مساند مثلا يعني، عمرها ما حصلت، لكن مفيش مسانده جماهيريه فالنادي الاهلي بيخسر. ممكن نتقبل اي شيء ولكن ان يحدث مؤامرات؟ طيب هل ان النادي الاهلي عنده مشاكل فنيه في لعبه معينه يبقى ده بيدي الحق لرئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد وامين الصندوق في الاتحاد واعضاء مجلس اداره الاتحاد ان هم يبقوا ضد النادي الاهلي؟ الا النادي الاهلي؟ روحي اي حته وانا اخلص لك كل حاجه الا النادي الاهلي. انا اقسم، انا بجد يعني واحده يتقال لها الا النادي الاهلي والثانيه يفسخوا لها عقدها، طب وبعدين؟ عايزين يعملوا جمعيه عموميه عشان يفسخوا عقدها؟ تخيل حضرتك. طب في ظل ايه بقى؟ هل احنا بنسمع مثلا ان طيب خليني اقول لحضراتكم وانا بتكلم هنا على نتائج وامور واضحه. هنا انا عايز اتكلم عن اتحاد الطايره، عايز اقول لحضراتكم نتائج اتحاد الطايره النهارده. النهارده الخساره الثالثه من الارجنتين 3-2،
واول امبارح خسروا من ايران، واول امبارح خسروا من فريق اخر من منتخب هولندا. ثلاث ماتشات نتائج مبهره، ثلاث خسائر عشان عندنا زي ما سافروا زي ما رجعوا. ليه كل ده؟ علشان يعني الا النادي الاهلي، الا النادي الاهلي بقى. ما هو ما ينفعش يا جماعه كده، الا النادي الاهلي اعمل اي حاجه الا ان انت تروح النادي الاهلي. طب يا جماعه انا بحب النادي الاهلي وعايز اروح النادي الاهلي، اعمل ايه؟ اموت نفسي يعني ولا اعمل ايه؟ حرام عليكم، ما يحدث ليس رياضه، الرياضه ليست بهذا الشكل. خلونا نرتقي بالمستوى وبالاسلوب وبكل شيء. انا والله العظيم ثلاثه انا مصدق اللي بيحصل، ولا انا ولا كثير من الاهلاويه مصدقين اللي بيحصل. هو ليه يا جماعه كل ده؟ هو النادي الاهلي عامل لكم ايه؟ هو النادي الاهلي عامل لكم ايه؟ عامل فيكم ايه؟ معرفش. على فكره ممكن تجيب فريق كلفه 20 مليون 1000 مليون جنيه، لو في حاجه، لو في رقم اسمه كده، واكسب النادي الاهلي. ما عنديش مشكله، اكسبه في الملعب. ساعتها النادي الاهلي، مش انا، النادي الاهلي هيطلع يهني الكسبان، لان هذه هي الروح الرياضيه اللي اتعودنا عليها دايما من داخل النادي الاهلي، وعشناها داخل النادي الاهلي. مش انا، غيري كتير عملوا كده. هو احنا شفنا عدل الحكام امتى في كره القدم؟ بعد ما الدوري اتحسم، على الطرد بقى وضربات جزاء وشغل حلو جدا انا هعمل لكم عليه او هتكلم عنه، بس مش دلوقتي. لانه تخيل حضرتك انت بتصحى من النوم الصبح بتجد ان هناك احد الاتحادات الرياضات الجماعيه، رئيس الاتحاد في هذه الرياضه الجماعيه، بيعمل ايه؟ بيكلم لاعبه وبيقول لها اخلص لك مشاكلك، او هي اللي كلمته، انا اسف، هي اللي كلمته وقالت له عندي مشاكل، قال لها اخلص لك كل مشاكلك الا لو هتروح النادي الاهلي. ليه؟ عشان ايه؟ مش فاهم. ماذا فعل النادي الاهلي؟ هل لان النادي الاهلي هو نادي الوطنيه والكرامه والاحترام والادب والاخلاق والمثل؟ هل لأن النادي الأهلي بيحاول إن هو يعمل فريق يستفيد منه المنتخب الوطني؟ هل لأن النادي الأهلي بيبحث دائما عن حقوقه؟ هل لأن النادي الأهلي مش عايز يفرط في حقوقه لأي نادي آخر؟ هل لأن النادي الأهلي بيحاول إن هو يكسب كل البطولات بالحق وبالعدل؟ هل لأن النادي الأهلي ما بيحبش يزعق وما بيحبش يتكلم، ولما بنتكلم بيتم مهاجمة النادي الأهلي بكل الطرق ومن كل القنوات؟ ليه يا فندم بتعمل كده؟ لو صحت هذه المكالمة هيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا 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 في الرياضة. في الرياضة هيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا. لأن اللي بيحصل ده عيب. عيب. هو النادي الأهلي عامل لكم إيه؟ عيب. النادي الأهلي في أي لعبة، أنا معرفش، في أي لعبة، أنا ما عنديش أرقام بس هجيبها لحضراتكم، هو الأفضل في كل الألعاب. ولما بقول كده الناس بتزعل. لما اطلع اقول الحقيقه الناس بتزعل. النادي الاهلي مش هتفرق معاه، لكن للدرجه دي؟ للدرجه دي النادي الاهلي اللي يعني اللي المفروض ان هو بيضع اسم مصر في كل مكان عاليا، مش المفروض، دي الحقيقه، حضرتك بتحاربه بكل الطرق. ليه؟ ما اعرفش. عشان ايه؟ ما اعرفش. احد الاتحادات يعني الألعاب الجماعية. حالياً أنا بكون داتا علشان أطلع أتكلم زي ما حضراتكم متعودين مني ومن هذا البرنامج. هطلع أتكلم، أنا هفتح قضية، ولما هفتح قضية هجيب كل أطرافها. الأول هطرحها أمام الرأي العام بالورق والمستندات وكل شيء، وبعد كده من حق أي حد يخش يرد، ده لو حد قدر يخش يرد. فأنا دلوقتي في مرحلة تجميع ورق قضية معينة لاتحاد معين للعبة جماعية يعني. خلصت تقريبا نص وفاضل لي نص الورق. فلما يجي لي نص الورق التاني عشان وأنا بتكلم مع جمهور النادي الأهلي أطلع أتكلم معاهم وأنا رافع راسي كده وأقول لهم في واحد وأدي الورقة بتاعتها أهي، في اتنين أدي الورقة بتاعتها أهي، في تلاتة أدي الورقة بتاعتها أهي، زي ما متعودين دايما من خلال البيت الكبير. فلأنه يعني أحد المسؤولين في الاتحاد
بعت لي قال لي شكرا جزيلا يا كابتن اسلام على الكلام اللي انت قلته. فانا الحقيقه طبعا هو بيتريق، لكن اوكي ما عنديش مشكله. ان شاء الله خلال الايام القادمه انا هفتح هذا الملف كاملا كاملا متكاملا. وانا اول ما قلت يا جماعه انا عايز افتح هذا الملف، لقيت ايه ورق حلو كتير قوي جاي. فان شاء الله خلال الفتره اللي قادمه ومن خلال شاشه البيت الكبير، امتى انا مش هقدر اقول لحضراتكم امتى، ولكن انا لسه بادئ ما بقاليش يومين في هذا الامر. احنا عندنا اجازه من الكوره الفتره اللي جايه شهر ونص، يعني طبعا هنتكلم عن الصفقات وعن المدرب وعن كل ده، ولكن يعني في مثل هذه الامور ولما نيجي نتكلم عن قضيه هنشوف بقى اذا كان هناك اخطاء حصلت ضد النادي. ما هو رئيس الاتحاد بيقول للاعبه عنده او تحت ادارته بيقول لها اعمل لك وخلص لك كل حاجه الا قصه النادي الاهلي، الا ان انت تروح النادي الاهلي. فماشي. وعموما انا بس حبيت ان انا ابدا كلامي بهذا الامر. دلوقتي كمان بيقولوا لي ان الاستاذ ايمن بدره اللي هو الناقد الرياضي الكبير، والاستاذ ايمن بدره من الناس الكبار في عالم الرياضه في مصر وفي النقد الرياضي في مصر، الحقيقه كتب على صفحته ان احد المسؤولين تواصل معاه، امين صندوق هذا الاتحاد تواصل معاه وقال ان هيبقى في تحقيق في هذا الامر اذا صحت هذه الامور، وجب ان انا انوه لهذا الامر. ولكن انا ماشي في طريقي برضو، انا همشي في طريقي اللي هو ايه؟ اللي هو انا بقول لحضراتكم ان انا بكون شويه ورق علشان لما اجي اطلع اتكلم عن امر معين اطلع اتكلم مع حضراتكم بالدلائل والبراهين اللي بتقول مين بيعمل ايه فين. لكن حاليا انا مش هتكلم في اي حاجه وهفضل قافل الموضوع بهذا الشكل. ومره تانية انا بقول نقدنا الرياضي الكبير الاستاذ ايمن بدره كتب على صفحته ان احد المسؤولين تواصل معاه وقال له ان لو صح هذا الامر، لان الاستاذ ايمن على ما اعتقد يعني هو اللي بدأ الموضوع، الأستاذ أيمن بدرة بالفعل هو اللي بدأ الموضوع، هو اللي كتب على صفحته، وبالتالي الأستاذ أيمن بدرة يبقى لازم نقول هذا الكلام، الأستاذ أيمن بدرة كتب على صفحته هذا الأمر وانتشر في على السوشيال ميديا، وبالتالي عندما يكون هناك رد بنقول. ما هو إحنا شاشة محايدة يعني لا مش شاشة محايدة، إحنا شاشة النادي الأهلي، ولكن إحنا شاشة يعني ما عندناش مشكلة في الحقوق، لو عندك حق خده، مفيش مشكلة. وعلى الشاشة، مفيش مشكلة برضه. ولكن لو ليا حق انا هاخده برضه. فعلى الشاشه وفي الحقيقه. طيب، لانه النادي الاهلي لا يضيع حقوقه ابدا، ولن يسكت عن حق ابدا، مهما كانت الامور ومهما كانت الضغوط ومهما كان اللي بيحصل. فمره ثانيه الاستاذ ايمن بدره وضع على صفحته هذا الامر النهارده الصبح او امبارح بالليل، وبرضه من 3 أو 4 ساعات بناء على اصدقائي في الاعداد بيقولوا لي ان الاستاذ ايمن بدره كتب على صفحته منذ ساعات قليله انه احد المسؤولين تواصل مع الاستاذ ايمن وقال له لو صح هذا الامر، يعني قولوا لي يا جماعه الموضوع بس بالظبط علشان لو صح هذا الامر هيعملوا تحقيق ولجنه تكون لجنه ولجنه من اللجنه ولهذا الكلام يعني اللطيف اللي حضراتكم عارفينه، ان شاء الله على اخر السنه كده زي جواب اتحاد الكوره كده اما نشوف اللجنه واللجنه ينبثق منها لجنه ثم ينبثق منها، مش هما بيقولوا كده؟ انا ما اعرفش، وينبثق منها لجنه، لكن وجب عليا ان انا اقول هذا الكلام لحضراتكم على الهواء مباشره زي ما بنقول، زي ما دايما بنحاول نضع الجانب الاخر من الامور. خليني أبدأ مع حضراتكم بقى حلقتنا النهاردة. فقراتنا النهاردة إن شاء الله تكون متنوعة، وكمان عندنا أكتر من ملف فيه هنتكلم فيه مع حضراتكم. كالعادة بنتناقش في كل حاجة بتخص النادي الأهلي وفريق الأهلي. قبل ما أبدأ الكلام أنا قلت لحضراتكم خلال الأربع خمس أيام اللي فاتوا إن ابتداء من يوم الأربع اللي هو النهاردة هتجد بعض الخطوات اللي بتتخذها إدارة الكرة في النادي الأهلي خلال الفترة القادمة علشان إعادة ترتيب البيت من الداخل. الحمد لله النهاردة أولى هذه القرارات توجيه الشكر لمستر ريكاردو سواريش وجهازه الفني النهاردة.
مجلس إدارة النادي الأهلي وجه الشكر للمدرب البرتغالي والجهاز الأجنبي المعاون له عقب نهاية مباراة الدور الممتاز، الدوري الممتاز. طيب، وده الخبر مع حضراتكم اهو من على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي. قلت لحضرتك أنه ابتداء من يوم الأربعاء ستجد خطوات بيتم اتخاذها من إدارة الكرة بعد العرض على مجلس إدارة النادي الأهلي لاتخاذ القرارات المناسبة. مظبوط، الحمد لله، زي ما بنقول لحضراتكم بيحصل. النهاردة أولى هذه الخطوات بإقالة أو الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي ما بين النادي الأهلي وما بين ريكاردو سواريش، على حسب البيان اللي صادر أمام حضراتكم من النادي الأهلي وعلى صفحته الرسمية. طيب، هل هناك خطوات أخرى سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة؟ نعم، احنا متعودين انا وحضراتكم ان احنا دايما لما بنتكلم بنتكلم باللي بيحصل. في صفقات سيتم الاعلان عنها تباعا خلال الايام القادمه، سواء من جوه مصر او من بره مصر. امتى هيتم الاعلان؟ عندما يتم الانتهاء تماما من كل هذه الصفقات او من الصفقات اللي النادي الاهلي هيجيبها. طيب، المدير الفني الاجنبي يا عم اسلام هتعملوا فيه ايه؟ هو حضراتكم مستعجلين ليه؟ على فكرة ممكن بكرة الصبح وممكن كمان أسبوع وممكن كمان 10 أيام. إيه يعني إيه وجه الاستعجال؟ هل حضرتك ما عندك شك في إن اللي بيدور دلوقتي واللي بيجيب مدير فني دلوقتي عايز مصلحة النادي الأهلي وعايز مصلحة جمهوره؟ ما حدش عنده شك في هذا الكلام، وبالتالي خلينا نقف في ظهر إدارتنا، خلينا نقف في ظهر المجلس أو مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على الكورة والكابتن حسام غالي ولجنه التخطيط، كابتن محمود، كابتن حسام غالي، كابتن محمود الخطيب، كابتن حسام غالي، كابتن محسن صالح، كابتن زكريا ناصف. خلينا نقف في ظهرهم يا جماعه. انا شخصيا والله ما بحاول اعرف، والله ما بحاول اعرف. عارفين ليه؟ علشان الفتره القادمه لا تحتاج الا الى الهدوء المسانده والدعم دايما موجودين من جمهور النادي الأهلي دايما الحقيقة يعني. لكن الفترة اللي جاية خلينا ننتظر هدوء. أنا ممكن بكرة الصبح، بكرة الصبح، النهاردة آخر حلقة في هذا الأسبوع، هطلع مع حضراتكم يوم الأحد لسه. فالنهاردة اللي أنا أعرفه أن تم الاتفاق مع ريكاردو سواريش على فسخ التعاقد. طيب، متى سيكون هناك مدير فني أجنبي قادم؟ إن شاء الله خلال الأيام القادمة. في فترة إعداد يا جماعة، وفي فريق بيتم تكوينه، وفي بيت بيعاد ترتيبه من الداخل، ثم عندنا مباراة دوري أبطال إفريقيا، عندنا بعد كده بداية الدوري العام، ثم عندنا كاس مصر، ثم عندنا السوبر المصري في الإمارات يوم 20 أكتوبر أو 28 أكتوبر، ثم عندنا بداية الدوري أو تعود للدوري مرة تانية، والكلام يمشي بهذا الاتجاه. فإحنا عندنا أسبوع ممكن يكون هناك في نفس، الناس تقدر تفكر بشكل كبير جدا، لأنه أنت بتجيب اسم كبير قادم إن شاء الله. أنا معرفش والله، أنا بتكلم بناء على توقعي الشخصي وثقتي الكبيرة جدا في مجموعة العمل اللي شغالة على هذا الأمر دلوقتي، واللي أنا مش هقدر أتكلم عنها هي كابتن محمود الخطيب ومعاه بقية المجموعة. لكن الكابتن محمود وبقية المجموعة أنا متأكد إن هم بيختاروا أفضل شيء من وجهة نظرهم لصالح النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. فجماعة من فضلكم، مش عايزين تسرع، عايزين مش عايزين نضغط على كابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط خلال الكام يوم اللي جايين دول. والله ممكن بكرة الصبح يتم الإعلان عن مدير فني، ممكن بعد بكرة، ممكن الأسبوع الجاي، ممكن الأسبوع اللي بعده بالكتير. لكن مش عايزين نضغط على الناس، خلي الناس تاخد راحتها في التفكير، خلي الناس تعرف إيه أهم الإيجابيات في المدير الفني اللي عايزين يجيبه. هو لو قدامهم 3 أو 4 أسماء، تخيل علشان يقارن ما بين 3 أو 4 أسماء دي، وعلشان يضع الشروط اللي هو عايزها التي يجب أن يتم توافرها في المدير الفني وبيتم تطبيقها، وميتينج زوم كتير خلال الفترة اللي جاية علشان أو خلال الفترة اللي فاتت علشان يقدروا يتواصلوا مع المدير الفني علشان نجيب مدير فني يليق باسم النادي الأهلي.
فكل ما أتمناه إن إحنا ما نبقاش بنضغط على إدارتنا، كل ما أتمناه ما نبقاش عامل ضغط على الفريق أو على مجموعة العمل اللي شغالة. وما تقلقوش، والله ما تقلقوا، هتسمعوا أخبار جيدة جدا جدا جدا. سواريش مدرب جيد بالمناسبة وعنده طموح، ولكن معرفش، أنا وجهة نظري برضو إن شخصيته لم تتماشى مع الدوري. يعني حضراتكم عارفين إن إحنا هنا الدوري بتاعنا له طبيعة خاصة وسمة مميزة، وأكيد مختلف عن كل الدوريات الأخرى، كل دوري وله سماته الخاصة. يعني الدليل رجعوا اتفرجوا على آخر ثلاث مباريات في الدوري، ولكن شئنا أم أبينا أعتقد أن أغلب جماهير النادي الأهلي لم تكن راضية عن المستوى الفني لريكاردو سواريش. ناس كتير شافت حتى يعني أن هناك بصمات غير واضحة، رغم أنه خاض العديد من المباريات. عشان كده بقول لحضراتكم أن المرحلة المقبلة بالنسبة لفريق الأهلي والنادي لن تقبل أي خسائر أو هزائم جديدة. اللي فات صفحة واتقفلت، والجميع استفاد منها بالمناسبة وتعلم منها. وعشان أثبت لحضراتكم أكتر أن مجلس إدارة النادي الأهلي عايز يعلى بسقف طموحات جماهير الأهلي، وعايز يستقدم مدرب قوي من أصحاب الأسماء الرنانة والسيرة الذاتية القوية، لما نيجي نشوف أرقام سواريش مع الأهلي في تلك الفترة، في الفترة 17 ماتش ولا 18 ماتش اللي لعبهم، بالمناسبة هي الأرقام لا تكذب، ولكن الأرقام لم تكن سيئة، ممكن تكون جيدة. هذه الأرقام اللي عملها سواريش اللي هتطلع لحضراتكم: فاز في 9، تعادل في 5، خسر في 3، سجل 22 هدف، استقبلت شباكه 5 أهداف، شباك نظيف 14 ماتش. الأرقام دي ممكن تكون عند أندية أخرى هايلة ورائعة وجميلة، لكن في ظل الظروف اللي اشتغل فيها الأرقام دي هايلة جدا تبقى لبعض الأندية الأخرى. ولكن كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة شايفين إن الأهلي عايزين أرقام أفضل من كده، عايزين تحقيق للدوري العام الموسم القادم، أو المساعدة في تكوين جو يخليك تقدر تاخد الدوري السنة الجاية والبطولة الأفريقية السنة الجاية والكاس السنة الجاية وكل هذه الأمور. عشان كده عايزين نبقى دايما ملتفين وإيدينا في إيدين بعض دايما خلال الفترة اللي جاية، لأنه لازم نكون واثقين في مجلس إدارتنا، وإن الاختيار القادم هيكون إن شاء الله اسم مميز وخبرة، وإن شاء الله يكون قادر على إعادة الفريق إلى مكانته الصحيحة. حاجة تانية، صفقات هتكون إن شاء الله صفقات جيدة وتليق باسم النادي الأهلي، ومش هيتم التعاقد إلا مع اللاعبين المقاتلين اللي عارفين قيمة ومكانة النادي الأهلي، لعيبة مستعدة إن هي تفقد روحها، يعني تحط رقبتها تحت الأرض مفيش مشكلة، عشان فريق النادي الأهلي وعشان اسم النادي الأهلي، عشان نقدر نكسب أكتر عدد من البطولات مهما كلف الأمر. إن شاء الله الخطة دي أو الطبخة دي زي ما بنقول براهن على إنها إن شاء الله ستؤتي ثمارها الموسم الجديد، اللي هيكون بإذن الله أو يا رب كلنا نتمناه، مختلف شكلا وموضوعا عن الموسم الماضي. لازم حضراتكم تبقى عارفين ان مجلس إدارة النادي الأهلي وبرئاسة الكابتن محمود انه مسؤول عن، بما انه طبعا مسؤول عن ملف الكرة، قبل اي شيء فهو مشجع أهلاوي درجة ثالثة، اي واحد من مجلس الإدارة بالمناسبة، يعني بيحس وبيشعر بنبض وصوت الجماهير، وعارف ان الكلام اللي حضراتكم بتقولوه ده من قلبكم، طالع من قلبكم، زي ما دايما بنقول ان الجمهور الحاجة الوحيدة اللي ما فيش حاجة عايز ايه، هو اللي بيدفع من جيبه علشان يروح يشجع فريقه. فما تقلقوش، مجلس الإدارة بالكامل عارف كل طلباتكم. عشان كده من اللي أنا عارفه وشايفه بقول لحضراتكم إن شاء الله أحلامكم أوامر، واتطمنوا. أنا عارف إن يعني حضراتكم لا تقبلوا إلا بالبطولة، وعارف إن احتكار البطولات سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي هي دائما الرغبة الأولى لجمهور النادي الأهلي،
هي الرغبة التي يبحث دائما عنها جمهور النادي الأهلي. برضو لازم نحط في الاعتبار أن الموسم اللي جاي إن شاء الله كمان هيكون شرس وقوي عن الموسم الماضي، سواء في المستوى المحلي أو الأفريقي. حضراتكم أكيد شايفين أن توجيه الشكر هو لسواريش، يعني هو بداية تصحيح الأوضاع وترتيب البيت من الداخل زي ما قلت لحضراتكم. أكيد خسرنا الدوري، ولكن كسبنا بعض الأمور الأخرى. كسبنا لعيبة رجالة ممكن تلعب معانا الموسم اللي جاي، لعيبة شباب من الممكن جدا أن يتم إعارة البعض والتمسك بالبعض الآخر. إن شاء الله ربنا يكرمنا بيهم، إن شاء الله يكون المدير الفني القادم لفريق النادي الأهلي يقدر يعمل هذه التوليفة. توليفة أتمنى أن هي تكون جيدة من اللاعبين الشباب مع اللاعبين الخبرة مع اللاعبين اللي ريحوا مع اللاعبين اللي هنجيبهم، وتبقى لكل في كل مركز من مراكز الفريق واحد أو اتنين أو تلاتة. دايما الفريق الكبير بيبقى فيه رقم واحد ورقم اتنين ورقم تلاتة كمان، وبيبقوا معروفين مين واحد ومين اتنين ومين تلاتة. الشطارة أو الإدارة الفنية في التمرين أو جوه الملعب إزاي تخلي التلاتة دول يبقوا بياكلوا النجيلة، هي دي الشطارة. فأتمنى من حضراتكم إن شاء الله أنه نفضل دايما في ظهر نادينا كالعادة. أنا عارف أن ده بيحصل، مش عايزين نستعجل وعايزين نشوف إيه اللي هيحصل، ممكن بكرة ممكن بعده ممكن بعده، خلينا نشوف إيه اللي هيحصل في هذه الأمور. موضوع تاني برضو عايز أتكلم فيه مع حضراتكم، وهو منتخب مصر. كلنا شفنا وتابعنا اختيارات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، القائمة الأولى له بعد أن تولى مهمة القيادة الفنية للفراعنة، عشان إن شاء الله يبقى في معسكر استعداد لمباراتي النيجر وليبيريا الوديتين. فيتوريا هيعلن باقي الأسماء يوم الأحد بالنسبة للمحترفين، وباقي القائمة ستستكمل يوم 17 سبتمبر المقبل. خلينا بس نستعرض مع حضراتكم القائمة اللي أعلنها فيتوريا النهاردة وأثناء المؤتمر الصحفي اللي كان بيتكلم فيه عن المرحلة المقبلة وتحديات المرحلة المقبلة. كالعادة محمد الشناوي أحمد الشناوي ومحمد صبحي، عمر جابر، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، باهر محمدي، علي جبر، أيمن أشرف، محمد حمدي، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمد إبراهيم، محمود حمادة، مروان عطية، اسلام عيسى، عبد الرحمن مجدي، شادي حسين، احمد عادل، احمد مدبولي، مروان حمدي، ناصر منسي، احمد شريف. هذه هي المجموعه او قائمه منتخبنا الوطني في معسكر سبتمبر. كاميرا قناه الاهلي كانت متواجده دائما في المؤتمر. خلينا نطلع نشوف ماذا قال روي فيتوريا ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه بقيه هذه الحلقه. Eu queria dar os parabéns às equipas todas do futebol egípcio que terminaram ontem o campeonato, a quem atingiu os objetivos, a quem vai subir divisão e que para o ano estará na primeira divisão, e também uma palavra de força para as equipas que desceram e que espero que para o ano façam novamente um bom campeonato e que possam atingir os seus objetivos. عايز أهني كل الفرق المصرية اللي شاركت في البطولة في الدوري المصري واللي انتهت امبارح، وعايز أهني كل الفرق على المجهود اللي هي بذلته وعلى الأهداف اللي حققتها، يعني أهني الفرق اللي على الأهداف اللي حققتها. عايز أهني كمان الفرق اللي صعدت للدوري الممتاز اللي كانت في اللي ما كانتش في الدوري الممتاز وهتدخل ابتداء من الموسم الجديد، وعايز أقول حظ أفضل للفرق اللي هبطت، وأتمنى إن هي يكون ليها حظ أوفر وحظ أفضل في الفترة القادمة. Depois era também agradecer a recepção que todos os clubes onde nós já fomos e fizemos as visitas, agradecer a recepção e agradecer também aos treinadores a disponibilidade que tiveram para podermos estar a trocar ideias sobre o futebol.
عايز كمان أشكر كل الأندية والمدربين اللي استقبلونا أثناء الزيارات بتاعتنا ليهم، وعايز أشكرهم بصفة خاصة على حسن الاستقبال وكمان على المحادثات اللي حصلت بينا علشان نتبادل الآراء عن الكرة، كرة القدم المصرية بصفة عامة. Pronto. Em relação a este estágio, esta nova convocatória que com certeza já tiveram acesso. Nós vamos dividir este período em dois grandes momentos. فيما يخص المعسكر المنتخب اللي احنا هنعمله في الفترة القادمة، احنا قررنا ان احنا نقسم المعسكر ده الى فترتين، الى مدتين زمنيتين يعني. E essa é a explicação que agora vos vou dar. Nós vamos ter primeiro período de 13 a 17. E depois segundo período que começará de 19 a 27. هيبقى عندنا فترتين، فترة من يوم 13 ليوم 17 دي الفترة الأولى للمعسكر، وفترة تانية هتبقى من يوم 19 ليوم 27. Este primeiro período será para os jogadores que estarão disponíveis. Isto é, jogadores que já estejam a jogar fora do país ainda não podem vir antes do dia 19. Os jogadores que estão nas competições africanas também não podem vir porque têm essas mesmas competições e jogadores lesionados. الفترة الأولانية احنا هنبقى معانا اللاعبين المحليين، لأن في الفترة الأولانية ديت مش هينفع يكون معانا اللاعبين اللي بيلعبوا في خارج البلاد يعني خارج مصر، وبرضو نفس الوضع بالنسبة للاعبين المشاركين في البطولات الإفريقية من الأندية المحلية، يعني الفترة الأولانية هتبقى للاعبين المحليين. A partir de 19 teremos uma lista que será dita à partida a 17 de setembro, teremos uma lista aí com todos os jogadores que estiverem disponíveis para fazer este segundo estágio, a partir de 19, e que teremos dois jogos, com o Níger e com a Libéria. يوم 17 سبتمبر هيكون فيه قائمة باللاعبين اللي هم هيشاركوا في الفترة الثانية، المعسكر الثاني اللي هيبدأ يوم 19، وهيبقى لينا مباراتين، مباراة ضد نيجر نايجر اند ليبيريا، هيبقى فيه مباراتين، مباراة مع النيجر ومباراة مع ليبيريا. 1/23 اوترا 27. في المباراة الأولى هتبقى يوم 23 والمباراة الثانية هتبقى 27. Este é o plano de estágios agora que vai haver nos próximos dias. Só relembrar que uma lista provisória dos jogadores que jogam fora irá ser enviada para os clubes no dia 4 de setembro. بالنسبة للاعبين اللي هم بيلعبوا خارج مصر يعني، هنبعت للأندية بتاعتهم اللي هم هينضموا للقائمة، هنبعت للأندية بتاعتهم يوم 4 سبتمبر. Também vos dizer que porque é que poderão perguntar porque é que nós vamos fazer estamos a fazer a convocatória esta lista hoje. Porque não quisemos dizê-la antecipadamente antes. Porque ontem houve jornadas do campeonato e não queríamos perturbar qualquer jogador, qualquer equipa que estivesse a disputar os jogos ontem. E por outro lado, também para os jogadores terem tempo e as equipas de preparar, porque agora é período de alguma paragem para alguns deles, de preparar o regresso para virem a 13 de setembro. احنا ما حبيناش نعمل القائمة ديت قبل النهاردة يعني قبل كده، علشان الفترة اللي فاتت كانت نهاية الدوري المصري وكل الفرق كانت بتشارك في آخر المباريات ليها، فما حبيناش نعمل ليهم أي يعني إزعاج، حبينا إن هم يركزوا في المباريات الأخيرة من البطولة، وفي نفس الوقت برضو دي تبقى دايما فترة إعداد بالنسبة للأندية عشان يبقى عندهم فرصة إن هم يجهزوا البدائل ويجهزوا اللاعبين بتاعتهم، علشان برضو الأداء بتاع الفرق والأداء بتاع الأندية ما يبقاش متأثر باختيارات اللي في القائمة بتاع المنتخب. Ao dia de hoje, posso dizer que tudo está planeado, preparado, previsto, com as datas específicas e tudo organizado para esta concentração, este estágio que se vai realizar em Alexandria. E neste contexto,
dar os parabéns à equipa que tem trabalhado, que temos trabalhado todos juntos, para que este estágio já esteja todo muito bem organizado. هو عايز يشكر كل الناس اللي هي جهزت وحضرت الى للمعسكر اللي هيبدا في اسكندريه. وبيقول ان كل حاجه بالنسبه للتواريخ والفتره الاعداد ديت كل حاجه متنظمه ومجهزه ومعده على اساس ان العمل يبقى فيه اكبر قدر ممكن من الاتقان. Se calhar vocês vão fazer a pergunta a seguir, mas eu antecipo já para ficarmos claros. هو ممكن اكيد ده حضراتكم هيبقى عندكم اسئله بس هو برضه يعني عايز يقول يعمل تعليق معين قبل الاسئله. O objetivo deste primeiro período, deste primeiro estágio, é claramente fazermos primeiro contacto entre a equipa técnica e os jogadores. هو الغرض الرئيسي من المعسكر الاولاني هو ان يبقى فيه اتصال ونوع من الانسجام بين اللعيبه والجهاز الفني. Eu quero conhecer os jogadores neste contexto de seleção, porque uma coisa é estarem no clube, outra coisa é estar a representar país. هو عايز يتعرف على اللعيبه في المعسكر الاولاني دون لان اللعيب وهو في النادي بتاعه بيبقى حاجه مختلفه عن اللعيب لما يبقى في المنتخب. دي حاجه ودي حاجه. Queremos que estes jogadores também tenham horas de seleção, porque queremos que no futuro sejam também jogadores que estejam prontos para qualquer chamada que exista. برضو احنا هدف من الاهداف ان اللعيبه ديت يبقى ليها خبرات كبيره مع المنتخب علشان في اي لحظه في مستقبلا يعني لو اللعيب المنتخب احتاجه يبقى اللعيب جاهز وعنده الخبرات ويبقى اوريدي عنده القدره ان هو ينسجم بسرعه مع المنتخب. E quisemos também dar uma mensagem a todo o país que nós estamos atentos ao trabalho que é feito em todos os clubes, que escolhemos estes jogadores porque entendo eu que são as características que eu quero para a equipa que pretendo e, portanto, queremos que estes jogadores também sintam que estão dentro do processo, esse e outros, que nós estamos a ver todo o futebol egípcio e agora o que também pretendemos é quando eles venham, quando eles vierem, que mostrem toda a sua qualidade e todo o seu potencial. عايز اقول برضو ان اللعيبه كلها في كل الفرق المصريه بلا استثناء احنا بنتابعهم كلهم وبنتابع كل الانديه ودي فرصه للعيبه ان هي تبين كل القدرات بتاعتها لان كل لعيب وكل نادي معرض ان يتاخد منه لعيبه عشان تكون مشاركه في المنتخب فدي فرصه للجميع لكل الانديه بلا استثناء. طيب دي كان المؤتمر الصحفي لروي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني. الحقيقة أنا عملت اتصال برضو منذ قليل مع الأستاذ أيمن بدرة فيما يخص هذا الأمر علشان نقدر نتكلم مع حضراتكم بما سيحدث خلال الفترة القادمة. أنا سألت الأستاذ أيمن إن أحد المسؤولين كلمك ولا قال لي بالفعل أحد المسؤولين في اتحاد الطائرة كلمني وقال لي إنه هيحول هذا الأمر إلى لجنة شؤون اللاعبين عندهم يعني في هذا الاتحاد وإذا لم تكن هناك لائحة واضحة بهذا الأمر هنوصل الأمر للاتحاد الدولي. ده الكلام الأستاذ أيمن قاله لي دلوقتي وجب أن أنا أرد على كل ما يخص هذا الأمر فلكنت لازم أقول برضو لحضراتكم على هذه الأمور. النهاردة في برضو معانا تقرير دلوقتي خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن الوجوه الجديدة مع منتخبنا الوطني ونطلع نشوف هذا التقرير وبعد التقرير فاصل وبعد الفاصل هنرجع بقى نتكلم عن الله يرحمه محمد عبد الوهاب.
من اللحظات اللي بتبقى عليا صعبة جدا، مش عليا أنا لوحدي ولكن على كل جمهور النادي الأهلي. لو اتكلمت عن محمد عبد الوهاب، مين ما بيحبش محمد عبد الوهاب؟ الله يرحمه. كل جمهور النادي الأهلي بيحب محمد عبد الوهاب. كل سنة في مثل هذا التوقيت يوم 31 أغسطس بيبقى يوم بالنسبة لي كئيب جدا في كل حاجة، لأنه اليوم ده توفى فيه الله يرحمه محمد عبد الوهاب، وكنت أتشرف بأن أنا أتزامل مع محمد في الملعب في هذا التوقيت تحديدا وقت وفاته، كنت أنا ومجموعة اللاعبين اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت، وكنا في التمرين. يعني الناس كلها عارفة القصة وأنا حكيتها 100,000 مرة، ولكن من اللحظات اللي بتبقى صعبة على الواحد بجد. من محمد أنا ممكن أفتكره وأنا نايم، ممكن أفتكره وأنا صاحي، ممكن أفتكره وأنا بكلم ولادي. كنت لسه بتكلم مع ولادي بقول لهم إن أنا كان عندي صديق توفاه الله وهو صغير في السن، ولكن أتمنى إن أنا أشوفكم في نص أخلاقه. الله يرحمه كان محبوب للجميع، لجميع اللاعبين. الله يرحمه كان شخصية محترمة وممتازة، وما كانش يقول لي غير يا كابتن إسلام، يا ابني ما تكبرنيش، أو يقول لي يا كابتن إسلام. في الآخر قال لي يا أبو بدر، لما لقاني مصر يعني إن أنا ما أقولوش ما تقوليش يا ابني يا كابتن إسلام، دي كابتن إسلام دي، أنت ما أنا ما عنديش 50 سنة. فقال لي خلاص يا أبو بدر هقول لك يا أبو بدر. فمحمد عبد الوهاب سيظل دائما في قلوب كل واحد فينا، لأنه من الناس اللي كلنا بنحبها واللي كلنا بنعشقها. أنا بحبك جدا، الله يرحمك، كنت واحد من الناس اللي أنا بستعين بيهم في كل حاجة بجد والله. كان من الناس اللي أنا بستعين فيهم في الصبر وفي الصلاة وفي كل حاجة الحقيقة. يعني الله يرحمه، الله يرحمه ويصبر أهله ويصبر كل جمهور النادي الأهلي. نطلع نشوف ماذا قال جمهور النادي الأهلي عن محمد عبد الوهاب، ونرجع بقى نشوف أخبار. محمد عبد الوهاب اللاعب المخلص، اللاعب الجميل، الله يرحمه ويسكنه الجنة إن شاء الله، لأنه أضاف للنادي الأهلي وللجهة اليسرى بتاعتنا. يعني نتمنى أن ربنا يعوضنا بواحد زيه بس إن شاء الله. الله يرحمه ويسامحه ويغفر له، هو من اللعيبة المحترمة جدا، كان في النادي الأهلي والمنتخب المصري. الله يرحمه كابتن محمد عبد الوهاب، ظهير شمال بصراحة، يعني ما جاش زيه في مصر لغاية دلوقتي، وبنقول الله يرحمه وعوضنا عنه خير إن شاء الله، وياريت يجي زيه تاني. يعني كان من أحسن الشخصيات اللي كانت موجودة في الكرة المصرية، وكان شخصية محترمة جدا، ومن الناس القليلة اللي ما كانتش بتخلي الجمهور يبقى متعصب في المطوشة، وكان بيبقى هادي في المطوشة، وكان لعيب من اللعيبة القليلين مصر هتجيب زيها في الفترة اللي جاية. كان لاعب محترم جدا، يعني الله يرحمه ويغفر له ويسكنه في ساحة جناته. كان يعني رحيله اثر في الجماهير كلها، سواء اهلي او زمالك او جماهير الكره المصريه كلها عامه، فاحنا بنقول يعني الله يرحمه ويغفر له ويسكنه في ساحة جناته. اولا انا زملكاوي تمام، بس انا كنت اعشق هذا اللاعب، كان لاعب على خلق، محترم، مؤدب، مهذب، ماشي، خلاف على كان مهاري، ماشي عن جد. يعني احنا فقدنا لاعب ادب واحترام وموهبه، ولكن احنا ما نقدرش نقول دلوقتي الا الله يرحمه. وانا فاكر هو كان في نادي الزفره في ابو ظبي، وجي من هناك على النادي الاهلي طوالي، وكان مميز الحقيقه الله يرحمه، مميز قوي 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 يعني. ان هو كان احسن وينج شمال برضه، وان ما فيش لحد دلوقتي وينج شمال يجي زي المرحوم محمد عبد الوهاب. الله يرحمه كان لاعب راجل، كان راجل محترم برضه، وادى الاهلي كتير، وكان لاعب عارف معنى التيشيرت اللي لابسه،
وذو أخلاق رفيعة. فقدنا لعيب من اللعيبة المميزين في النادي الأهلي، وكانت مأساة بالنسبة للكابتن محمد إن هو يتوفى في الملعب، ودي كانت حاجة يعني صعبة جدا على الأهلي وجمهوره بالذات. ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة. محمد عبد الوهاب هيفضل دايما في قلوبنا، إذا كان رحل وهو رحل بالفعل فرحل بجسده فقط، وما زال وسيظل دائما عالقا بأذهاننا. نبدأ أخبارنا النهاردة. البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي أعلن النهاردة قائمة المنتخب الأولمبي للمعسكر الأول للفريق، ويغيب عنها لاعبو الزمالك وفيوتشر لارتباط فريقهما بمباريات في بطولة أفريقيا، على أن ينتظم اللاعبون في المعسكر بعد غدا الجمعة لبدء المعسكر في الإسكندرية. جاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي: حمزة علاء، علي الجبري، يوسف نادر، علي نادر، عبد الله عادل، ياسين سيد مرعي، أسامة الجزار، إسلام المزين، محمد سمير، خالد عوض، كريم محمد، محمد عبد الرحمن رشدان، هشام شعبان حافظ، إياد العسقلاني، محمد أشرف بكري، أما أحمد نادر وأحمد نادر حواش، وليد فرج، مصطفى ميسي، محمود صابر، عماد ميهوب، زياد فرج، محمد شحاتة، عبد الغني محمد، علي زعزع، مودي ناصر، عمر فايد. أما خط الهجوم: أحمد سيد غريب، أسامة فيصل، أحمد عبد الرحمن إيشو، وعبد الرحمن عاطف أجويرو. أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة جراء الاتحاد الأفريقي عن مواجهة مرتقبة لمنتخبنا الأولمبي مع الفائز من بوتسوانا وإسواتيني في الدور الثاني، على أن يلتقي في حال تخطي هذا الدور مع الفائز من زامبيا وسيراليون في مارس 2023 ضمن منافسات الدور الأخير والمؤهل لنهائيات البطولة الإفريقية التي تقام في المغرب خلال يونيو المقبل. وقرر الكاف أن تقام التصفيات على ثلاث مراحل، حيث تنطلق المرحلة الأولى في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل، وهو الدور المعفي منه منتخب مصر. طيب، أيضا فتح باب القيد لأندية الدوري غدا ولمدة أسبوعين. مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حدد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم موعد فترة التسجيل الأولى في لائحة القيد والانتقالات الخاصة لموسم 2022-2023 من الدوري المصري. تبدأ فترة التسجيل الأول من الخميس 1 سبتمبر وحتى الخميس 15 سبتمبر لكل المراحل السنية، وهو ما يعني أن كل فريق أمامه 15 يوم لقيد لاعبي من قائمة الموسم الماضي وأيضا العائدين من الإعارات. وتنتهي القوائم الإضافية للقسم الأول يوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر، وللقسم الثاني يوم 13/10، وللقسم الثالث يوم 18/10، وللقسم الرابع يوم 20/10. جبلية تحدد رسوم المشاركة في بطولتي الدوري والكأس للموسم الجديد: 100,000 جنيه للدوري و 50,000 جنيه للمشاركة في كأس مصر، وباقي الأندية 10,000 جنيه لكل نادي. منتخب مصر للناشئين بزيه التقليدي أمام المغرب في ربع نهائي كأس العرب. كابتن طارق العشري بيعتذر عن الاستمرار مع الطلائع، والكابتن علاء عبد العال مديرا فنيا لفريق طلائع الجيش. دايما كل سنة أليو ديانج لطيف جدا الحقيقة، دايما كل سنة بيعمل دورة في بلده في مالي لأهل بلده، والنهاردة كان النهائي بتاع هذه البطولة وهو كان حاضر ووسط أهله يعني وناسه وحبايبه، حاجة لطيفة وجميلة يعني. هو كان حاضر وسلم الجوائز. طيب جبنا لحضراتكم لقطات اهو، اهو ديانج اهو لطيف جدا، حاجة حلوة لطيفة، أنا عشان كده بحب أجيبها، حاجة حلوة جدا وحاجة لطيفة، وفي وسط أهل بلده ديانج بيعملها كل سنة بالمناسبة. وتقريبا أنا أتذكر إن السنة اللي فاتت جبتها وزعتها لحضراتكم على شاشة البيت الكبير.
تمام. لقطة لطيفة لأليو ديانج، وبنفسه الحقيقة بيعمل الدورة دي أو البطولة دي وبيسلم الجوائز. ده في طبعا فترة الأجازة بتاعته إن شاء الله، لأنه في فترة أجازة يعود للنادي الأهلي ويعود أليو ديانج، واحد من اللاعبين المؤثرين بشكل كبير جدا جدا مع النادي الأهلي خلال هذه الفترة. كل التوفيق لأليو، كل التوفيق للي عنده في البطولة كمان. خلينا بقى نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل أيمن جلبرتو ومحمد جمال وكلام عن أرقام الأهلي، أرقام سواريز، أرقام وليد سليمان، مين الأكثر مساهمة في الأهداف، كيف يسجل النادي الأهلي أهدافه، وكيف سجل النادي الأهلي أهدافه في الدوري الموسم السابق أو للدوري اللي انتهى امبارح. كلام فني جدا مع أيمن جلبرتو ومحمد جمال بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كلام فني جدا عن الدوري العام بشكل عام وعن النادي الاهلي برضه بشكل عام مع نجومنا الحقيقه في هذه الفقره دكتور محمد جمال. ازيك يا حبيبي يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ ربنا يخليك، مبسوط اني معاك. طبعا ربنا يخليك، وحشني، بقى لنا فتره ما تقابلناش. السفريات عمال تلف كل بص، كل ما افتح التلفزيون الاقي محمد جمال. ايه ماشي يا سيدي؟ حبيبي يا كابتن، حبيبي، مبسوط اني معاك. ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله انا قاعد في البيت. لا انت اول شوفه على تويتر بس. ايوه هو منتشر على تويتر. وبالمناسبه انا بس بقول لاصدقائي اللي على تويتر اللي هم يعني انا الاكونت بتاعي انا مش عارف اخشه، عشان بس الناس اللي عماله تبعت لي على الاكونت بتاع تويتر، انا ما بخشش على الاكونت ده بقالي سنه تقريبا، نسيت الباسورد ونسيت نسيت كل حاجه، ودلوقتي بعتهم لتويتر الحمد لله، وان شاء الله قريب يحاولوا يرجعوه لي، لكن عشان بس لو حد بيكتب حاجه على لساني ولا بتاع مش انا خالص خالص يعني. فايمن برضو مش منتشر انت غير على تويتر دلوقتي. انا بحب تويتر. بتقعد تكتب شعبية. على تويتر شعبيه شعبيه في الخليج. فعلا والله شعبيه تويتر اكتر في الخليج. لا وهنا كمان في طبعا الخلايا تحديدا الناس اللي بتحب الكوره هناك هم اكتف اكتر على تويتر على طول، والسبيسز بيقعدوا يتكلموا فيها. تعرف انا عرفت ازاي؟ الكلام السريع بتاع تويتر ده عكس الفيسبوك اللي بتكتب كتير وبتاع. عارف انا عرفت ازاي؟ اتحاد جده، جمهور اتحاد جده مره طلعوني ترند على تويتر لما طارق حامد كان رايح اتحاد جده، فيعني كانوا بيتكلموا عن افضل المصريين اللي لعبوا هناك وكده. كان طبعا كابتن عماد متعب وكابتن حسني وكابتن كهربا وكثير من بس انا كنت اول واحد انا لعبت طبعًا في اتحاد جده في 2003 قبل انتقالك للاهلي على طول. قبل ما اجي الاهلي على طول، فكان وعملت جون، جبنا دوري وجون كاس، فيعني الناس فاكراني كويس. فانا يعني عشان كده بقول لك لا تويتر يعني الترند فيه هناك يعني السعوديين والاماراتيين يعني تحديدا هم السعوديين اكتر طبعا. السعوديين اكتر. وكمان مش بس حتى الدوري السعودي، لا في الدوري الاسباني والانجليزي. وهم روحهم للامانه هم متعصبين يعني هم متعصبين ومن بعض يعني الجمهور مش بس جماهيريا، لا برضه نتكلم في الخليج الانديه في السعوديه وكده رؤساء الانديه ممكن يخبطوا في بعض برضه جامد، بس في الاخر هي بتتاخد في اطار الكوره، بره الكوره خلاص محدش هو بقى ده بيتكلم. هو ده يعني هم بينهم من بعض بيقعدوا يهزروا، حتى في بعض ماتش الاهلي كاس العالم للانديه 4-0 اللي هم نفسهم بيتريقوا على نفسهم. ساعات يعملوا كوميكس عن الجماهير الهلال، النصر مشجعي النصر يهزروا شويه بيسموها طقطقه هناك. طقطق عليك على جمهور الهلال، والامور بتاخد في جو الكوره وما بيخشوش بقى في الجو بتاع الحاجات الشخصيه والتلاسل مشحنات يعني. ودي احسن الأمور حاجه لان هي الكوره يعني احنا في الاخر بنتكلم كوره وعايزين نخلص الكوره ونمشي، لان كلنا في بيوتنا اللي صاحبه زملكاوي، اللي والده ممكن يبقى زملكاوي، اللي اخوه يعني انتوا عارفينه برضو كويس. انا ابدا مع حضراتكم السؤال ده واخد رايكم انتوا الاثنين. انا زعلت جدا ان محمد عواد مثلا حارس مرمى نادي الزمالك مش موجود في مع محمد الشناوي واحمد الشناوي محمد صبحي. بس عشان عندهم ماتشات. صحيح. لسه كنت هقول ده. انا والله عارف انا الموضوع ده، لانه من الاول عمال اقول ان هو محمد عواد لازم يكون موجود، لانه الحقيقه الفتره الاخيره بيؤدي بشكل جيد، ولكن صح الزمالك وفيوتشر تحديدا على ما اتذكر هم اللي عندهم ماتشات في تمهيدي دور ال 64 بطوله افريقيا، دور ال 64 والزمالك كمان عنده كاس لوسيل، عنده ماتش ودي في قطر. 64 دول 64 ده بعيد قوي. دول 64 ده ما دي كان حصل عليها كلام كتير الخمس ايام اللي فاتوا بعد تصريحات فيريرا بعد نهايه الدوري، بانه هو شايف انه ازاي فريق متصدر الدوري ومتاهل لبطوله افريقيا كممثل، وازاي يبقى متواجد في الدور ال 64
كان مطلوب من انه بحد من اداري نادي الزمالك يفسر للراجل القصه قبل ما يطلع يصرح انه هي القصه مربوطه بالترتيب التراكمي للخمس سنين الاخيره، فكان مطلوب طبعا منهم لازم كانوا يفسروا للراجل انه ازاي الزمالك موجود في دور ال 64 لان هو ترتيبه خارج الخمسه الكبار في افريقيا، عشان كده في تم استثناء خمس فرق بس. يعني ارقام طب لا 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 خالص خالص اللي حصل ده مهم علشان اصل الناس دلوقتي بتاخد كل كلمه تقول لك انتوا بتقولوا يعني على تويتر تحديدا وعلى كل الزمالك كنقاط اعتقد في اخر خمس سنين هو سبع. كان متساوي مع مازيمبي واللجنه بتاعت المسابقات وهي بتقيم ما بعد ان هم متساويين في النقاط لقت ان مازيمبي ممكن يبقى هو الافضل من الزمالك بحيث ان هو في المشاركات الاخيره كانت نتائجه في يعني وصوله مثلا للنهائيات يعني. او عدد النقاط يعني خدوا حاجه لا يعني بعد النقاط هم في النقاط متعددين عشان ما يدخلوناش بس في نقطه لكن الاهلي بيت 9 والكلام اللي بيقعد يتقال ده اللي هو نفس الفكره. والغريب يا كابتن اسلام برضو يعني من احنا بنتكلم في القصه دي ان نادي الزمالك هو بطل الدوري وهو بطل الكاس الموسم الماضي وبطل الدوري الثنائيه ولسه الناس بتتكلم عن النادي الاهلي، يعني هم الافضل تحتفل بالدوري واحتفل بانجازاتك وحتى اعلامك احتفل، يعني انتوا عاملين النادي الزمالك عمل انجاز يحتفل بيه وشفنا الاحتفالات في الشوارع يعني كم، بس ليه دايما لسه طب النادي الاهلي بيلعب في دوري ابطال افريقيا لان مفيش، لان هو ده المعيار اللي اتاخد عليه ان نتائج الدور الاول والنقاط. لا وكمان بنتكلم على الفكره تقول لك اصل النادي الاهلي مركز ثالث وليه النادي الاهلي معلش ما هو كل واحد بيخاطب جمهوره من وجهه نظره الفكره، لكن طبعا جمهور النادي الاهلي عارف تماما ويعي تماما ان الكلام ده يعني ما احنا غير صحيح. اتكلمنا عن التاريخ يا كابتن ما وان الكلام الصحيح هو بالتصنيف وبالنقاط لا وحتى حتى لا قصدي التاهل بعد اذنك يا جيمي فضل. موضوع التاهل نفسه اخر كام سنه بطل الكاس ما بيلعبش كونفدراليه مع ان اللائحه بتقول ان ثالث الدوري وبطل الكاس يلعبوا كونفدراليه أيوة. لكن في السنين الاخيره دايما بنلاقي ان رابع الدوري هو اللي بيلعب كونفدراليه لان الموسم بيبقى في مصر ما انتهاش، امتى طلائع الجيش قبل كده ما لعبش في الكونفدراليه، سموحه ما لعبش في الكونفدراليه أوكي. في كذا يعني اكثر من نادي ما لعبوش في الكونفدراليه، المصري كان بيلعب لانه مركز رابع لا السنه اللي قبلها تقريبا المصري المصري يعني اقصد حتى في السنين في الثمانينات الزمالك نفسه شارك في احد البطولات اللي كسبها بدل هو لم يكن اول دوري او ثاني دوري هو شارك لان المقاولين كان بيدافع عن لقبه في بطوله او اتقال له دافع عن لقبك في بطوله والنادي الاهلي كان بيلعب في بطوله ثانيه فالزمالك شارك فيها كدوري ابطال افريقيا كممثل عن مصر وكسبها فالناس يعني الافضل دايما نتكلم فير ونتكلم بان هي دي المعايير اللي موجوده وليس ذنب النادي الاهلي او ذنب اي نادي ان المسابقه عندنا في مصر تخلص شهر 8 وبالتالي عشان تبعت اسامي الانديه لازم تبعتها وفقا لمعايير محدده الكاف نفسه ما اعترضش ما حدش اعترض النهارده طلائع الجيش نفسه بينهي الدوري مركز رابع وفيوتشر هو اللي هيلعب في الكونفدراليه فدي معايير على الكل مش معايير مفصله عشان خاطر النادي الاهلي اتقال بعد كاس النادي الاهلي مركز ثالث ولعب في دوري ابطال افريقيا زي ما انا بقول لك كل واحد من وجهه نظره بيخاطب جمهوره من وجهه نظره ومن وجهه نظر جمهوره وده طبيعي على فكره ودايماً ولكن معروف ودايما يا كابتن فاصل في الامر هو الريفرنس يعني في حاجه اسمها مرجعيه بالزبط. ايه المرجعيه هو النظام والمخاطبات الامر واضح وبسيط للي عايز يعرف بغض النظر عن انتمائه لا بس خلي بالك احنا عندنا مشكله في المخاطبات دي لان احنا المخاطبات بتستخبى ده دي مشكله اكبر بقت بقت يعني صعبت الامور اكتر على الناس كلها ما حدش بيتجازى ولا حد بيتحاسب ولا حد بيتقال انت بتعمل ايه حتى اللحظه يعني بطوله افريقيا النادي الاهلي خسرها بقى لنا اكتر من 3 شهور ما حدش يتحاسب وما فيش حاجه طلعت تبيانا للحقيقه مين غلطان او مين هيتحاسب وايا كان شكل الحساب هيكون عامل ازاي فنهايه علشان نطلع من الحته بتاعه نخش في الفن نتكلم فن بتاعه الخيارات وبتاعه الخيارات والفقوس ما هو لازم نقول كده ما هو من اللي بنشوفه والله تخيل انت النهارده برضو احنا صحينا الصبح على موضوع طايره يعني بنت لاعبه في احدى اللعبات الجماعيه طلعت تتكلم وتقول ان هي سجلت لرئيس الاتحاد اللعبه الجماعيه ان هو بيقول لها اخلص لك مشكلتك هي عندها مشكله يعني فقال لها اخلص لك مشكلتك الا لكن روحي في اي حته الا الاتحاد الا النادي الاهلي ما احنا محتاجين ده لازم تحقيق عاجل ليه ما هو بالظبط انا مش عايز اتكلم يا اما البنت جماعه خلي بالك انا عندي كل ما يخص هذا الامر من الالف لبعد الياء كمان بالزبط. لو في حاجه بعد الياء هقولها حتى الاثار القصه لكن للاسف دي انا بما ان الكاتب الموضوع الكبير كابتن استاذ ايمن بدره وانا كلمته في التليفون منذ قليل يعني الحقيقه واتكلمت معاه في هذا الامر وقال لي الموضوع حقيقي وانه بالفعل عشان كده انا قلت هستنى ومش هتكلم باي حاجه غير لما اشوف التحقيقات لازم يبقى في تحقيق يا كابتن لانه القانون فوق الجميع
القانون فوق الجميع مهما كانت الامور ومهما كان اسم اي حد. مفروض ان القانون فوق الجميع، وده دي بلدنا، بلدنا كده القانون فوق الجميع. فننتظر طالما دخلنا في التحقيقات، يبقى انا هتكلم دايما بالايه، بالمقفول، لغايه لما نشوف الموضوع. ودي طبعا لازم 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 هنا طبعا نناشد اللجنه الاولمبيه، لان ده دورها، هي متابعه احد المسؤولين في الاتحاد. الحقيقه كلم الاستاذ ايمن بدره وقال له انه احنا هنحول الموضوع للجنه التحقيقات عندهم، او المسؤولين يعني عن التحقيق عندهم، واذا لم نجد لائحه في الاتحاد، ده بناء على كلام الاستاذ ايمن بدره ليا. الاستاذ ايمن بدره بالنسبه لنا هو استاذنا واخونا الكبير، فبالتالي كلامه مصدق طبعا يعني. طبعا. فقال لي ان هو هيفضل ورا الموضوع، ان المسؤول ده هيفضل ورا الموضوع حتى لو راح للاتحاد الدولي. هو طبيعي، طبيعي لازم، مش عايزين لجنه منبثقه من لجنه ولجنه منبثقه من لجنه. ده مش محتاج، ده موضوع هتجيب فيه اللاعيبه وتجيب فيه والمحل بتاعها كان النهارده موجود، وتجيب فيه المسؤول اللي هو تواصلت معاه رئيس الاتحاد، ونقعد نتكلم. يا اما البنت غلطانه، يا اما رئيس، يعني قصدي في التحقيقات، يا اما حد، تبقى مصيبه. فالنهارده هتقال لك ما تروحش النادي الاهلي ده، طب ليه التوجيه؟ بص يا كابتن، خصوصا انا اسف يا جيمي مره ثانيه، انا اسف، يا الالعاب الجماعيه في مصر تحديدا، بعيدا عن كره اليد يعني، يعني بعيدا عن كره، هنستثني منتخب منتخبات كره اليد، الالعاب الجماعيه في مصر عموما هي العاب بتخسر بشكل كبير. فالنهارده لو انت مش مركز في ان انت تطور اللعبه بتاعتك، ومركز بس ان انت تمنع اللعيبه بتاعتك ان هي تروح النادي الاهلي، فيعني لا، لو صح هذا الكلام يبقى كلام الحقيقه ده هيبقى عندنا وقفه، بس مش دلوقتي يعني، خلينا خلينا نتكلم بشكل كده عام لغايه لما نشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر، ونعلن او يتم الاعلان. اتمنى طبعا ان هو يكون من خلال الاتحاد، لكن اشك ما يبقاش فيه جلسه، انا اسف، لجنه منبثقه عن لجنه ولجنه منبثقه عن لجنه. عايزين نوصل للحقيقه، واذا كانت البنت غلطانه هنقول انها غلطانه، اذا كان الاتحاد غلطان نقول ان هو غلطان، ولكن يجب ان يتم حسابه. مش كل حاجه نقعد يعني، زي ما شفنا الجواب اتحط في الدرج ولغايه دلوقتي، وتم تعيين لجنه من قبل وزاره الشباب والرياضه بالنسبه للاتحاد المصري لكره القدم، واتقال ان في الاداره التنفيذيه هي اللي عندها المشكله، ولكن حتى الان لا نعرف شيئا عن هذا الامر، وحتى الان لم يتم عقاب اي حد في هذا الامر، ولكن في النهايه ننتظر ونرى ماذا سيحدث. اتكلم فني بقى عشان انا النهارده طيب ناخد فاصل الاول بعد نرجع نتكلم تمام. فني عشان يبقى الجزء القادم كله فني، نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نتكلم فني شويه بقى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا بقى نروح للارقام الفنيه بالنسبه للنادي الاهلي بشكل عام، يعني خلينا نبدا بك يا جيم. بص، الفكره العامه اللي جمهور الكوره في مصر، جمهور النادي الاهلي خاصه، هو ليه النادي الاهلي واحده من ضمن المفارقات الغريبه جدا في كره القدم وفي الكره المصريه تحديدا، ان فريق امتلك كل الارقام دفاعا هجوما اقل عدد من الخسائر، ومع ذلك لم يتوج بالدوري. ليه؟ هي دي الفكره العامه اللي احنا هنتكلم فيها. ليه النادي الاهلي رغم انه صاحب اقوى هجوم واقوى دفاع والاقل خساره، الا انه لم يتوج بالدوري؟ الفكره العامه متلخصه فين؟ ايوه، متلخصه في انه القرار، خاصه في الجزء الهجومي، القرار هو ترجمه لعدد الفرص المصنوعه او المتاحه انك تسجل منها مقارنه بالعدد الاهداف اللي تم تسجيله. النادي الاهلي نضيفه الى الارقام الايجابيه انه الاكثر صناعه للاهداف في الدوري المصري، الاكثر صناعه. ده بيقول لك ايه؟ لما تيجي تستعرضه على الملعب بالكامل، بيقول لك انه صناعه الاهداف لما بتيجي تشتغل عشان تصنع جول، يا اما بتصنعه من مناطق الخطوره، يا اما من العمق، يا اما من على الاطراف. مظبوط. اجمالي الشغل ده كله طلعت انت الرقم الاعلى، اكبر عدد فرص متاحه كان للنادي الاهلي. طيب لما تيجي تقول هل المشكله الهجوميه هي مشكله كارثيه؟ هتقول لا، لان انا الفرقه الاعلى تهديفا في الدوري، 62 جول. المشكله فين؟ ان ترجمه عدد الفرص اللي انت صنعتها، اشتغلت كتير قوي بكل المدربين اللي كانوا متواجدين، بيتسو، سامي قمصان، سواريش، كل اللي تواجدوا خلال الموسم، اشتغلت كتير قوي عشان تصنع وصنعت، لكن ما ترجمتش. ده بيقول لك ان في عندك مشكله. ما ترجمتش وانت طالع. لا، ما ترجمتش كل شغلك. أوكي. عملت شغل كتير قوي، صنعت فرص كتير قوي، الاعلى صناعه في الدوري، ومع ذلك لما نيجي نبص عدد الاهداف، عدد الاهداف اللي النادي الاهلي سجلها 62. اوكي. اجمالي المحاولات، 478 محاوله.
اللي نجح من المحاولات دي يعني وصل الى منطقه الخطوره 171. حلو. ده مقارنه بالنادي الثاني والنادي الثالث، نادي الزمالك ونادي بيراميدز اللي هو النادي صاحب المركز الاول ونادي صاحب المركز الثاني. هتلاقي انه عدد المحاولات الناجحه عند نادي الزمالك 163. أوكي. عدد المحاولات الناجحه عند نادي بيراميدز 145. لكن الاكسبكتد جولز النسبه بتاعتها او الاهداف المتوقعه تتحول، لو نبص على الجدول كمان ونروح له ايمن بقى، يروح له بتاع لعيبه الخط الهجومي في النادي الاهلي عشان نعرف المشكله فين، وبعدين نستعرض في اللينك اللي جاي نستعرض فيديو المشكله كانت فين. أوكي. وليه خسرنا بعض المباريات رغم ان في مباريات تانية كنا بنبقى ناجحين جدا وبنسجل عدد اهداف كتير وكسبنا بالاربعه والخمسه من بدايه الدوري لحد اخر مباراه، لكن في مباريات كان الترجمه بتاعه الاهداف كانت قليله، ده اللي خلاك خسرت نقاط. توزيعة الأهداف ما كانتش متوزعة كويس على المباريات، ما كنتش بتقدر تترجم في بعض المباريات اللي المحاولات بتقل فيها شوية، ما كنتش بتقدر تترجم ده الأهداف، فبالتالي قدرت خسرت نقاط. تعادلت 10 مباريات، ده رقم كبير جدا، 10 مباريات 20 نقطة بس في التعادلات، 20 ده رقم كبير جدا. صح. إنك تتعادل ده معناه إيه؟ لم تكن سيئا، أنت اللي كان ليك الأبر هاند، ومع ذلك لم تترجم. هي دي الكور المشكلة، إنك صنعت كتير، اشتغلت كتير، سواء مع بيتسو تاني بعيدها علشان الناس تبقى، احنا بنتكلم على السيزون بالكامل. أوكي. سواء مع موسيماني، سامي قمصان الفتره الانتقاليه، او حتى ريكاردو سواريش، الثلاثه قدرت انك تصنع كتير جدا على مدار الموسم، لكن ورغم ان انت الاعلى تهديفا وباكدها عشان الناس ما تقولش ان احنا مسجلين قليل، لكن في النهايه الترجمه من الخط الامامي ما كانتش على افضل وجه. فلما نجيب الجدول اللي معمول اللي احنا حاطينه للاكسبكتد جول او الاهداف المتوقعه ان يتم تسجيلها، نسبة اللعيبة بتاعت النادي الأهلي كانت كام والمفروض كانت تبقى كام؟ نبص عليها وأيمن بقى ياخد الجدول ده. اتفضل يا استاذ. يعني بالنسبة زي ما جيمي كده قال، واتفق معاه طبعا مليون في المية في الكلام اللي هو بيقوله، يعني مش هضيف عليه كتير، لكن هي الفكرة كلها إن في مباريات النادي الأهلي للأسف إحنا اللي أهدرنا فيها فكرة ان احنا نكسب الماتش ده، بعيدا عن المباريات اللي احنا اتكلمنا فيها في حلقات كتير هنا. لا ما احنا دلوقتي بنتكلم فني، لكن فقدناها بسبب اخطاء تحكيميه، لكن اخطاء تحكيميه نتكلم مثلا مباراه الجونه في الجونه، مباراه المصري في برج العرب، مباراه طلائع الجيش 0-0، مباراه البنك الاهلي بعيدا عن الخطا اللي حصل، مباراه سيراميكا 1-1، ازاي ما بنترجمش الفرص. هي دي الفكره نفسها، الفكره ان النادي الاهلي لو بصيت عليه رقميا النادي الاهلي ما كانش سيء، ما كانش متاخر عن منافسيه، ولكن عمل عدد من المباريات في اوقات هي حساسه جدا في الموسم ادت ان المنافس المباشر يتفوق ويستغل بعدد فرص اقل، بعدد اهداف اقل في بعض المباريات، ان هو كان بيجيب الجون بتاعه وخلاص وبيركب بيه الدوري، والاهلي هو اللي بينزف النقاط. طبعا يعني القرار اللي اتخذه مجلس اداره النادي الاهلي في توقيت من الموسم مع ريكاردو سوارش ان النادي الاهلي هيكمل الموسم باللعيبه اللي هي لسه بتتجهز، اللي هي ما كانتش بتشارك كتير او العائده من الاصابه بجانب اللاعبين الشباب، ده بالتاكيد كان ليه تاثير، لان لما المدرب طبعا بيلعب باللعيبه يعني بيريح النجوم الفريق من اجل الاعداد للموسم الجديد وكمان لتفادي اصابات ممكن تبقى طويله، اكيد ده كان ليه عامل في الجزء الاخير من الدوري اللي فقدنا فيه بعض النقاط، ابعدتنا كمان عن المركز الثاني. ولكن اجمالا بقى احنا بنقول هنا لما بنستعرض الارقام دي بنستعرضها عشان خاطر الموسم الجديد اللعيبه نفسها تبتدي تشوف ارقامها ان هي ما كانتش سيئه قوي، ولكن ما كانتش في افضل حال، كان ممكن تبقى افضل، يعني لعيبه النادي الاهلي كان ممكن تحقق ارقام افضل، وكان ممكن نستعرض زي ما جيمي قال كده اللي هي الجدول بتاع المحاولات. يعني النهارده بنتكلم محمد شريف اللي هو هداف الدوري السنه اللي فاتت، واحد هداف الدوري هداف النادي الاهلي عفوا الموسم ده، في 20 مباراه هو كان نسبه الاهداف المتوقعه بتاعته 11 جون، جاب منهم 7. نتكلم حسام حسن من 6 جاب 4، بنتكلم ده في السيزون بشكل عام. هنشوف بعد كده ترتيب اللعيبه اللي بعد كده، يمكن بس جيمي حسام وصلاح محسن احمد عبد القادر حتى لويس مكسوني، الرقم الناس هتستغرب من الرقم بتاع لويس مكسوني، لانه عدد الاهداف المتوقعه والفرص اللي كانت سانحه ليه لويس، وبالمناسبه الجدول ده قبل مباراه سيراميكا الاخيره، يعني لانه في هدف زياده لمكسوني مسجل 4 مش 3، فانه الاهداف المتوقعه الراجل سجل منها رقم كبير، جاب 5 مكسوني قبل المواجهتين الاخيرتين. فلما اجي انا هنا بربط ايه بايه؟
انا بربط ايه بايه؟ بربط انه الاهداف المتوقعه في فريق بحجم النادي الاهلي لازم تكون الاكسبكتد جولز او الاهداف المتوقعه الترجمه بتاعتها بيرسنتج افضل من كده. لما نخش بعد كده على احمد عبد القادر او طاهر محمد طاهر او حسين الشحات نلاقي ان الارقام ترجمه الاهداف للخط الامامي ضعيفه جدا. بتكلم على انه هذه عدد المباريات لاعب بحجم احمد عبد القادر لاعب ممتاز طاهر حسين لما الاقي انه لاعب 22 مباراه ما بين اساسي وبديل، لاعب 14 مباراه ما بين اساسي وبديل، حسين الشحات لعب 19 مباراه ما بين اساسي وبديل، والاقي ان مجموعهم الثلاثه على بعض 9 اهداف، ده رقم قليل جدا. الاسهام بتسع اهداف بس من 3 لاعبين خاضوا العدد ده من الدقائق، ده بيقول لي رغم ان انا الفريق نربطها باول حاجه قلناها في اول الحلقه، رغم ان انا الفريق الاكثر صناعه للمحاولات والفرص الخطره، لان انا هذه الارقام الاثنين مربوطين ببعض، عدد المحاولات بالترجمه اترجمت الاهداف. ويمكن احنا في اللينك اللي جاي عندنا خدنا مثال واحده من الامثله لهذه المباريات، كانت مباراه سموحه في الدوري اللي خسرها النادي الاهلي 3-2، كميه من الفرص المهدره والقرارات الخاطئه ادت الى ان انت كان المتاح ليك انك تسجل من العدد ده من الفرص كتير جدا لكنك ما سجلتش، فخرجت بهذه النتيجه وخسرت 3 نقاط في مباراه انت كنت على الصعيد الهجومي الطرف الاقوى، والغزاره التهديفيه كانت المفروض انها تبقى اكتر من كده طبقا لمعدلات الصناعه اللي حصلت في المباريات، والناس هتشوف بعينها. شوف كميه الفرص، احنا خدنا مباراه سموحه طبعا كمثال، كميه الفرص المهدره اللي حصلت في المباراه دي كانت ممكن تنقل المباراه فين وتفرد ده بقى على باقي المباريات اللي انت خسرت فيها نقاط. خاصه هرجع تاني مش هتكلم على وارد انك تخسر عادي، لكن انك تضيع 20 نقطه في 10 تعادلات ده مربوط دايركتلي بانك ما قدرتش تسجل. فلما ما قدرتش تسجل او ما قدرتش ان انت تترجم الفرص اللي صنعتها لاهداف وصل بيك الحال انك بتخسر 20 نقطه من 10 مباريات. فبالتالي ده اللي زي ما قلت احنا خدنا مثال لمباراه، مباراه سموحه هنستعرضها في اللينك الجاي، كميه فرص الناس لما تتفرج وتسترجع الذاكره صعب جدا ان هي ما تبقاش موجوده، احيانا بيبقى عدم توفيق، لكن لما بيستمر ويكون المعدل معدل الترجمه لهذه الفرص قليل وتاني الارقام دي ممكن تكون مقبوله جدا خارج النادي الاهلي، لكن داخل النادي الاهلي اظن الارقام دي محتاجه مراجعه من اللعيبه ومن الجهاز الفني القادم ان شاء الله. حتى نستدل بكلام جيمي، هنحط دلوقتي ارقام النادي الاهلي بشكل عام في الدوري خصوصا الرقم المهم. ليه دايما الناس يعني الرقم مهم جدا موضوع الاكسبكتد جولز دلوقتي، مباريات يعني فوز 20 تعادل 10 تعادل 4 خساره، بنتكلم جبنا 62 جول، لكن بص نسبه الاهداف المتوقعه 88 هدف، يعني متخيل ان احنا لو كنا بس ركزنا شويه وصلنا ممكن كنت رقم 62 هدف ده تتكلم توصل ل 70 75 هدف كان ممكن يخلص لك مباريات. الاهلي استقبل 21 هدف على فكره، الاهلي اقوى دفاع يعني بالمناسبه طبعًا. اقوى دفاع في الدوري، ثاني اقوى دفاع في الدوري فاركو، ثالث اقوى دفاع في الدوري طلائع الجيش، رابع اقوى دفاع في الدوري بيراميدز نادي الزمالك لو بطل الدوري، خامس اقوى دفاع. فهنا بنقول ليه؟ لان هم قدروا يستغلوا في بعض المباريات اللي الحته اللي احنا بنقول عليها الفرصه بتجيب منها هدف، تخلص الماتش كورنر بتجيب منه هدف بالظبط خلاص، ما هي دي ميزه النهارده طبعا ميزه. نتكلم على نسبه المحاولات بتاعت النادي الاهلي زي ما قلنا في البدايه، لما اكتر من 400 محاوله بتجيب 170 محاوله هي اللي يعني هي اللي تبقى بنقول ان هي بتبقى محققه للتهديف، فبالتالي منها 88 فرصه هدف بتجيب منهم 60 جون، ده رقم بالنسبه للنادي الاهلي هو بيخليك رقم واحد في الاقوى هجوما، ولكن هو في النهايه انت ما خدتش بيه دوري. عشان كده لما بنيجي نتكلم برضو الناس وهي بتتكلم، النادي الاهلي عمل 20 كلين شيت منهم 14 مع ريكاردو سواريش ورقم مميز جدا، ولكن هتلاقي فيه عدد كبير جدا من المباريات دي خلص تعادل، فالنادي الاهلي ما استفادش ان هو حافظ على شباكه ونظيفه لانه ما قدرش يترجم الفرص اللي هو حققها لاهداف. ممكن برضو نستعرض في جدول لطيف اللي هو اللعيبه بقى اللي اسهمت في الاهداف في النادي الاهلي، هنلاقي ان علي معلول واحد من اللعيبه اللي هو المفروض باك ليفت، هو من هدافين الفريق مع الاكثر اسهاما في الاهداف سواء على صعيد يعني النهارده محمد مجدي قفشه مسجل 8 وصنع 5، علي معلول مسجل 8 وصنع 4، بعدين محمد شريف مسجل 7 وصنع 2، حسين الشحات 4 اهداف وساهم في 4، احمد عبد القادر سجل 3 ولكنه صنع 5، يعني اعتقد احمد قادر ارقامه المفروض تبقى احسن من كده، لويس ميكسوني بيرسي تاو مسجلين 5 اهداف ولكنهم ما اسهموش، لما نبص على رقم لرامي ربيعه وهو مدافع يجيب 3 اهداف ويساهم في هدفين، فهنا برضو يعني بيبين لك ان في
النادي الاهلي كان بيشتغل كتيم، يعني التيم كله بيقدر ان هو يصنع ان هو يسجل زي ما هناك سلبيات لكن هناك عندنا عدد من اللعيبه يعني عدد لعيبه كبير اهو بيساهم في اهداف، عدد لعيبه كبير عندهم القدره ان هم يصنعوا، عدد لعيبه ان هم يقدروا يسجلوا، ولكن ما استغلوش الكم الكبير من الفرص اللي اتيحت لهم. كان ممكن ارقامهم دي النهارده تبقى ضعف عن كده. طبعا اتكلمنا عن الاجهاد لان لعيب زي محمد شريف اصيب كتير فغاب عن الموسم، علي معلول اصيب بنتكلم، فاحمد عبد القادر نفسه اصيب، بيرسي تاو تقريبا بنتكلم في ثلاث اصابات في الموسم. ف يعني دي اكيد اسباب لازم ندرسها. النهارده النادي الاهلي هو بيحلل الموسم بتاعه، بيحلل كل حاجه زي بنحلل نقول ان في جزء منه كان عوامل خارجيه، ولكن في جزء كبير منه احنا لازم النادي الاهلي نفسه يحسنه يطوره عشان خاطر النهارده الارقام دي تتضاعف، ما تفقدش نقاط بشكل اكبر، خصوصا ان المنافسه في الدوري زي ما احنا شايفين السنه الجايه هتبقى اصعب واصعب. والسنه الجايه الناس يعني هتحارب اكتر واكتر ان هي تبقى موجوده، عشان اللي بينزل ممكن وارد جدا بعد كده مع التطور حجم الاستثمارات اللي في الدوري وانديه، بنتكلم الموسم ده فيوتشر عامل موسم جيد جدا، بنتكلم النادي المصري غير مجلس ادارته، الاسماعيلي بيحاول، يعني في هيبقى في رواج، ممكن تلاقي السنه الجايه الامور اتصعبت عليك، فرقه زي فاركو اسوان اسوان نفسها طالعه وبتاع، فالامور لازم كل سنه بتبقى اصعب. فالنهارده انت لازم لعيبه النادي الاهلي نفسها خلاص هتريح شويه، عندنا فرصه لتقط الانفاس، وهم نفسهم بقى يذاكروا، يبتدي يذاكر، يبتدي يشتغل ان ازاي ارقامه دي تتضاعف عشان خاطر الموسم اللي جاي نبقى بنحتفل بارقام مميزه، ونحتفل كمان باستعاده لقب الدوري. فاصل ونكمل كلامنا مع محمد جمال وايمن جلبرتو، والفاصل القادم او بعد الفاصل القادم هيكون كلامنا بالفيديو علشان نثبت لحضراتكم، او محمد جمال وايمن جلبرتو يثبتوا لحضراتكم ايه اللي حصل مع النادي الاهلي في الموسم السابق، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. جيمي وجلبرتو قولوا لنا بقى، او بنوثق كلامنا من خلال فيديوهات. طيب احنا عشان نسترجع تاني لو حد لسه داخل معانا، انه المشكله الاكبر عند النادي الاهلي كانت هي ترجمه الاهداف اللي المفروض تتسجل بلغه بسيطه، ولم يتم ترجمتها بنسبه كافيه. نعم. تم تسجيل 62 جول ليصبح النادي الاهلي هو الاكثر تهديفا في الدوري الممتاز، مع حفاظه على ال 21 جول الاقل استقبالا في الدوري الممتاز، فهو اقوى هجوم واقوى دفاع رغم انه لم يتوج بلقب الدوري، عشان بس الناس ما تقولش ان احنا بناخد جزء ونسيب جزء. نعم. طيب هل رقم ال 62 ده طبقا للشغل الفني اللي اتعمل على مدار السيزون، طبقا للفرص اللي تم صناعتها، طبقا للفرص المحققه المتاحه لتسجيل اهداف، هل هو كان بالقدر الكافي اللي يمنح النادي الاهلي نقاط كل مبارياته اللي فقد فيها نقاط، خاصه في المباريات اللي تعادل فيها النادي الاهلي وخسر 20 نقطه من تعادلات؟ طيب هنروح دي مباراه سموحه، خسر النادي الاهلي فيها 3 نقاط، جايبين مباراه كمثال توضح المشكله فين وهنشرحها فنيا. المشكله كانت في القرار مش في الصناعه، ولما نيجي نستعرض نيجي هنا اللقطه الاولانيه، ومعلش هتثبت لي هنا ثواني، هنا القرار لما تيجي تبص على لعيب الكره وكابتن اسلام حضرتك معايا طبعا في الجزء ده، انه لعيب الكوره الطبيعي لما بعد الكروس وقف، بعد الكروس وقف، بعد الكروس الكوره قبل ما الكره تتشاط، القرار سيء، وضعيه الجسم الصدر للخلف، فانا مش راكب الكوره، الكره متاخده من تحت، فطبيعي ان الكره تطلع فوق بالمنظر ده. كمل، ادي قرار خاطئ. اللي بعده هنمشي عرضيه من ناحيه اليمين اهو، تاني القرار، هنا انا ممكن احطها في الجول، لو انا متاح ليا وقادر احطها، اقدر اعمل الباس على الجنب اللعيبه اللي عليه السكوب، ماشي 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 بطيء، ماشي ماشي الكوره، طالما انا مش لعيب ما عنديش القدره ان انا اعملها، لازم اخد القرار اللي يديني اكبر امكانيه للتسجيل. تاني ماشي، شريف، طلع هنا، لعب الكوره وهو تاني رجع لي، معلش الكوره دي، رجعها تاني، ماشي ماشي ماشي، بس وقف هنا، محمد شريف طالع مش راكب الكوره، واخدها من تحت، معلش جيب لي الزاويه اللي قبلها عشان ابين اللعيب اللي على اوصل 18، رجع لي تاني، بس ماشي ماشي ماشي. هنا طالما انا مش راكب الكوره وما عنديش الامكانيه، الكروس مظبوط جدا، الكروس على راسه لكنه طلع ما ركبهاش،
الاسهل والقرار الاسهل يا اما رايحها احطها بعرض الملعب يا اما احطها للراجل على ال 18 ارجعها للراجل على ال 18 الجول كله مفتوح بالنسبه له. فدي الكره رقم 2. الكره رقم 2 اللي في نفس المباراه قرار الاولى خاطئ لان اللعيب مش راكب الكره وحاطط الكره من تحت فطلعت فوق. الكره الثانيه مش راكب الكره فحطها رغم ان الكروس جيد جدا الكروس ارتفاعه جيد قوته جيده ماشي. الكره اللي بعديها نفس القصة ارجع تاني ارجع تاني رجع لي ماشي ماشي ماشي. دي صناعه الخطوره وصناعه الفرص في المساحه. بس وقف وقف هنا وقف هنا. التحرك حصل صح القرار حصل متاخر توقيت الوصول للكوره متاخر اهو دخل كمل فريم كمان فريم كمان 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 بس وقف هنا وقف هنا. انا خدت قرار غلط حطيت رجلي في الكوره متاخر التايمنج بتاع الوصول كان غلط. القرار بتاعي ان انا بحط رجلي في الكوره بطن رجلي عشان الكوره تروح على الثابته بتاعت الهاني سليمان برضو غلط. هي دي الازمه. القرار كمل الفريم اللي بعده. الميزه في الماتش ده لا يعني هتتكلم زي ما انت بتقول كده ايه ان النادي الاهلي بيصنع فرص. يعني النادي الاهلي في الماتش ده ما كانش مثلا خسر 3-2 بس ما كانش مثلا منكمش دفاعيا وفريق سموحه مسيطر وبيروح بهجمات لا النادي الاهلي بيروح بهجمات وبيروح بانفرادات وفي شغل فني موجود ولكن القرار في الجزء الاخير هو ده اللي خلى في النهايه الشكل يظهر ان الشوط الاول خلص 2-0 مع بدايه الشوط الثاني 3-0 بعد كده انت قلصت الفارق متاخر. نفس الازمه. رجع لي معلش الكره بتاعت محمد شريف ليه الكره لما يتم تسجيلها هنا يحسب لراس الحربه تمام معلش اثبت حرك كويس رجع لي تاني رجع لي تاني قبل التحرك رجع لي تاني قبل التحرك تاني 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 من اول الباص ايوه التحرك بمحمد شريف الانسايد داخل هو جاي من بره ال 18 داخل انسايد ماشي الفريم اللي بعده الرؤيه الوتنسيل اللي عمله محمد مجدي قفشه حط الباص كمل كمل. دي صناعه الفرصه واماكن التواجد. القرار الكوره ما مالتش ببطن رجله ما حطش فيها رجله صح عشان تروح في الزاويه اليمين للهاني سليمان. نفس المشكله نفس الازمه اللي بعده اللي بعده. يعني هنا كل ده من ماتش واحد كل ده في مباراه واحده خسرت فيها ثلاث نقط. كل اللي احنا بنستعرضه ده مباراه واحده. وبالمناسبه معظم الفرص لمحمد شريف هنا عشان بس الناس ما تقولش ان احنا محمد شريف هو الاعلى ترجمه اهداف للفرص لاهداف لكن انا هنا بتكلم على القرار جوده القرار بشكل عام. هو جاي النهارده الحظ ان هي جايه هي جايه محمد شريف لكن انا بقول ان محمد شريف هو الاعلى تهديفا وهو هداف الفريق ثاني هداف الفريق وهو الرقم اللي احنا المهم اللي احنا بنتكلم عليه او الفكره العامه انه اكتر حد قدر يترجم البرسنتج بتاعته 85% قدر يترجم الفرص المحققه لاهداف. معظمها في ماتش سموحه بالمناسبه اللي ما سجلش فيها يعني عشان الناس بس تفهمش ان احنا بنتكلم عن محمد شريف بس. اللي بعده معلش ماشي اهي ثاني القرار رجع معلش الفريم ده ثاني رجع الفيلم رجع القرار ايه دي العارضه مش لا 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 لا, لا. هنا القرار صح هنا القرار صح. انا هقول لك انا ليه بقول القرار رجع رجع دي فرصه لم تسجل بس وقف وقف هنا وقف هنا وقف هنا رجع معلش رجع تاني رجع تاني رجع تاني فريم كمان فريم كمان فريم فريم قبل ما تنزل قبل ما تنزل حسام حسن فريم رجع 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 كمان 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 بس هنا وضعيه حسام حسن لو خد فيها اي قرار غير ده هيبقى قرار سيء لان ظهره للمرمى. اي قرار هياخده في الكره دي يا كابتن اسلام ايوه بص هنا حسام حسن اي قرار هياخده غير انه يحط الباس للاعيب اللي في وشه راحت خلاص قرار خاطئ. عمل القرار الصحيح ايه اللي حصل؟ بحط بمنتهى البساطه خد القرار الصحيح اتحطت جت في العرض. ده سوء حظ في مباراه خسرناها لكن انا هنا الفرق هنا فين؟ جوده القرار. الماتش ده رغم ان احنا خسرناه ولكنه من افضل الماتشات اللي لعبها النادي الاهلي من الناحيه الهجوميه على ما اتذكر يعني صح؟ من اكتر انت لو حضرتك خدت بالك كل الفرص راحه فين؟ راح على فريم واحد راح على مرمى واحد اوكي كل الفرص ده دي في 45 دقيقه كل الفرص دي في 45 دقيقه انت لما تتكلم على كل هذه المعدات وما بتكلمش هنا على فرصه شبه محققه انا بتكلم على فرصه كلها اهداف كلها اهداف كانت اما نتيجه لسوء التوفيق زي الكره اللي جبناها بتاعت زي الكره اللي جبناها بتاعت محمد شريف في العارضه كرات جنب العارضه دي واحده من الاهداف. رجع معلش رجع لي الكره دي الفريم تاني اتفضل يا يعني بص هنا بص الكره دي بص اهو هنا اهو هنا دي استغل اهو متابعه جيده جدا الكره جون قدامه فاضي هو اعتقد ده صلاح محسن القرار برده النهارده ده هنا الحاجات دي يا كابتن اسلام او تطاهر الحاجات دي بنتكلم في ماتش الاهلي كان اتاخر فيه 2-0 المنافس سموحه كان يعني هو اوفر حظا ان هو لما بيروح بفرصه بيجيبها. مروان حمدي في المباراه دي كان عمل كل حاجه لكن هنا انت دي اللي بعديها دي واحده بعديها شفت الكره اللي فاتت هي القرار في عنده قرارات كتير صلاح محسن
اعتقد ده قفشه في الكوره. لا اللي فات اللي فات طاهر محمد طاهر طاهر حطها في جسم اللعيب. طاهر لو تأنى عليها قليلا اللعيب نزل على الارض، يا اما يويت يا اما يحطها من فوق الجول، لان الجول طالع كاشف المرمى كله، المرمى كله واسع. كمل اللي بعديه. اي دي اللي احنا بنتكلم عليه. بص يا كابتن، عنده يعمل اي حاجه، يويت لو نزل حارس المرمى خلاص فتح رجليه ونزل، المدافع نزل. اللي بعديها كل ده في مباراه واحده، اللي بعديها ده في 45 دقيقه، كل ده في 45 دقيقه. يعني بنتكلم النادي الاهلي كان ممكن في المباراه دي يخلص الشوط الاول يرجع 5-2. يعني لو 5-2 ده ماتشات، يعني انا اسف، اهداف سهله واهداف اهداف محقق. سهله جدا. كل ده بتكلم على اهداف في مباراه واحده خسرت فيها 3 نقاط. وده معناه تاني عشان الناس ما تاخدش منه لا المعنى، اللي عايز ياخد منه المعنى الايجابي ياخده، اللي عايز ياخد منه المعنى السلبي ياخده. احنا بنستعرض حاله. ما هي الحاله؟ كميه صناعه الفرص. ده معناه انه كان هناك عملا يبذل تم ترجمته الى هذا. طب ايه المشكله اللي كانت عندنا؟ ترجمه العمل ده من خلال قرارات المجموعه الاماميه. كل الفرص بنتكلم على صلاح محسن، بنتكلم على محمد شريف، بنتكلم على طاهر محمد طاهر، اللي تواجدوا في اماكن صحيحه، خدوا الكور. ده الشوط الاولاني. نكمل بقى على الشوط الثاني. كل دي بص يا كابتن، وقف خالدي ما دخلتش جوه، وقف هنا بقى، وقف هنا، وقف هنا. عشان دي بالنسبه لي انا قضيه كبيره جدا. الكره دي تحديدا، بص كام لعيب جوه السته يا كابتن؟ كام لعيب جوه السته؟ كتير. 4 لعيبه. كام لعيب من سموحه بعد الكوره؟ لا اكتر من 4 لعيبه. 2 واحد ورا اهو، 2 مدافعين منهم واحد واقع على الارض. كمل الفريم اللي بعده. كمل شوك. لا شيء شوك. لا شيء. وهنا للاسف بيخش بقى، لما بنقول الشوط الاول عدد الفرص اللي راح، دخلت الشوط التالي دخل فيك هدف كمان مبكر 3-0. فتتكلم في كل الفرص دي بيجي فيها بقى التركيز والضغط، وان انت عايز تعوض وكل حاجه، فانت بايدك ممكن تسهل على نفسك مباريات. ده الهدف، ده الهدف، ده هدف طاهر. تواجد في المساحه، خد الكوره، ركب الكوره صح، حطها في الارض جو بمنتهى السهوله. معلش رجع لي الكوره اللي فاتت، الكره اللي فاتت صلاح محسن برضو القرار رجع لي. معلش رجع الكوره، مش الجول، الكوره اللي ضاعت بتاعت صلاح محسن اللي حطها جنب العارضه، خدها من تحت. اللي قبلها الكره، الفرصه لها اهي دي، رجعها لي تاني بفريم واضح. معلش يعني الفريم اللي قبله اهدى شويه. ايوه روح، ادي الصناعه، ادي الاختراق، ادي التواجد. الراجل هو الجون، خد الكوره وهو مش راكب الكوره كالعاده، هو مش راكب الكوره فخدها ببطن رجله وراحت بالمنظر ده. الكره اللي بعديها عشان اتعمل فيها كل القرارات الصح، الكروس صح، التواجد في المنطقه صح، او الكروس حسين الشحات، التواجد في المنطقه، الكثافه وقف هنا. معلش الكثافه الهجوميه جوه ال 18 منظمه، مش زي الكره اللي فاتت. معلش وقف، رجع الفريم. كان اللعيبه واقفه تحس 4 لعيبه واقفين جوه السته بس بعيد عن الكوره، بلا اي تنظيم، اندفاع هجومي غير مبرر. رجع بس ماشي. ايوه هي دي. بص المقارنه ما بين الموقفين هنا. أيوة. بتكلم على 5 لاعبين من النادي الاهلي، 5 لاعبين بعيد عن الكوره، 5 لاعبين وما خدوش الكوره. ارجع بقى للكوره اللي اتسجلت. بص احنا بنتكلم هنا ايه، وفي لعيب ورا اهو، في لعيب كمان، بتكلم على 5 جوه الـ6، في لعيب كمان اللي اتعلم عليه اكس، ده واقف على خط ال 18. رجع تاني، هات لي بقى اللي بعديها اللي تم تسجيلها، وبص على التوزيعه، توزيعه مختلفه تماما. مقدمات الصح بتؤدي الى نتائج. ماشي 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 لحد ما يتعمل الكروس. لا دي بتاعت صلاح محسن اللي ضاع. لا دي اللي ضاع، اللي ضاع بتاعت صلاح. انا عايز اللي بعديها مش اللي قبلها، انا عايز اللي بعدها بتاعت الجول. دي كمل الفريم ده، وهنرجع من اول ما استلم. كمل الفريم ده. أي. الكرة دي ايوه ارجع. ايوه ماشي عشان اشوف الزاويه العكسيه لتوزيع اللعبه ازاي. ماشي سنه صغيره، ماشي ماشي ماشي. بص التوزيع، بص اماكن اللعيبه، بص اماكن اللعيبه. اللعيب اللي كان على على على, على النير بوست، على العارضه القريبه، رايح مع الكوره. اللعيب اللي موجود على العارضه البعيده هو اللي خد الكوره. في لعيب بره السته، ولعيب على خط ال 18، ولعيب عامل الكروس، ولعيب عامل الباس. كل لعيب واقف في بوزيشن عشان اعمل ضغط. المشكله كانت فين؟ يمكن الاثنين لعيبه قربوا من بعض، يمكن طاهر قرب قوي من صلاح، لكن الطبيعي ان صلاح كان يبقى واخد بعيد شويه، واخد النير بوست عشان الكره لو جت له على القريبه، لكن بقيه اللعيبه واقفه في مركزها صح. كمل اللي بعده، الفريم اللي بعده. تمام، الحاله اللي بعديها بس خلاص كده. تخيل يا كابتن كل هذه الحالات، كل هذه يعني في الحاله اللي احنا كنا نتكلم عليها، نفس قصه الاستلام، القرار، لعيب واقف بظهره للجول، بدل ما يستلم او يعمل اسيست للعيب اللي جاي بوشه، بيعمل ايه؟ بيقرر ان هو يعمل المحاوله او التراي على الجول من الوضع ده كده. فيلاقي الكره تمشي بالعرض، يلاقي الكرات سهله جدا، قرارات خاطئه كثيره جدا من اللاعبين. ده جزء منها، لازم نقول ده جزء منها، في ان اللعيبه ممكن تكون ذهنيا مش مركزه، لان هم مجهدين طبعا، مضغوطين،
برافو عليك. طبعا في وقت من الاوقات كان المنافسه وفقدان النقاط فبيخلي اللعيبه عايزه تخلص الماتشات بسرعه، اللي هم مش قادرين بيلعبوا كل يومين، انت كل يومين بتلعب ماتش، كل يومين صح. بتلعب ماتش صح. فالموضوع ده اكيد مؤثر عليه، لما كمان في ماتش زي سموحه بيتاخر بجونين فالموضوع بيبقى اصعب، تيجي في ماتش مثلا زي البنك الاهلي يتلغي لك هدف الموضوع بيبقى اصعب، تروح في مباراه زي المصري تتاخر بهدف مبكر. فهي تشكيله، التشكيله دي فيها حاجات زي ما قلنا عوامل خارجيه دي مش هنقدر نتكلم فيها، خلاص اتكلمنا فيها كتير يعني قلنا فيها كتير، واحنا كنادي اهلي ومنظومه النادي الاهلي اتعودنا ان احنا ما نقفش عند الامور دي كتير، وحضرتك لعبت كتير في النادي الاهلي وعارف يعني ايه، خلاص بنقول ان في مشكله بس بنحاول نصلح في الحته بتاعتنا احنا. ليه؟ لان النادي الاهلي لما هيبقى قوي، النادي الاهلي لما هيستغل فرصه، النادي الاهلي لما هيكسب ماتشاته مش هيحقق 10 تعادلات، هيحقق تعادلين او ثلاثه، الخسائر بدل اربعه تبقى اثنين، وقتها مهما كان مين عايز ياثر على نتائجك مش هيقدر، لان انت اصلا اللي مالك القرار، انت اللي متفوق في النقاط، انت اللي راكب الدوري، فمهما كان مين عايز ياثر على نتائجك جوه الملعب ويخرجك عن شعورك مش هيقدر، لان خلاص انت هتكون خلاص زي مباريات كتير، مصر المقاصه، فاركو، ماتش الزمالك، ماتش بيراميدز دور الثاني، انت تبقى متفوق مهما حصل، مهما ايه، مهما عملت مهما جينا قلنا احتواء، لا اصل الفار 50-50، لا بتاع مش تفرق. ليه؟ لان انت وروح البروتوكول برضو وروح البروتوكول والحاجات دي مش تفرق. ليه؟ لان انت المصطلحات دي ممكن ما نسمعهاش تاني، فيعني لا ما خلاص في راجل اتمنى اجنبي ما لو قالها هيقولها بالانجليزي بقى وقتها، لكن مش هنفهمك كل اللي هيقولها بالطريقه دي. خليني اقول لك كابتن، يعني سمرايز عشان الناس تفهم، او تلخيص في 30 ثانيه، اتفضل. هو اللي احنا استعرضناه ليه؟ لسببين. اوكي. سبب انه الصوره لم تكن بهذا السواد، ومع ذلك انا اعي جيدا غضب جماهير النادي الاهلي ومقدر ده جدا، ومعاهم حق في بعض الحاجات طبعا. مليون في الميه، ما حدش يقدر يزايد ولا ينقص من ده، ولكن الصوره لم تكن ابدا بالقطام ولا بالسواد الموجود، ولكن ده بنقول وبنبرهن ان احنا لما بيبقى عندنا مشكله حتى في وسط ايجابيات، لما يكون عندنا مشكله او اثنين او ثلاثه، ما عندناش ازمه ابدا ان احنا بنواجه نفسنا ايه مشاكلنا عشان نبتدي نحط ايدينا عليها علشان نبتدي نصلحها، علشان ده عاده النادي الاهلي. مظبوط. بعرف ايه مشكلتي وابتدي اصلحها عشان ارجع لمكاني الطبيعي، مكاني الطبيعي اللي اداني كل الارقام السنه دي، لكن عشان انا قصرت شويه قد كده، او حتى لو قد كده، لكن انا بعد حتى هذه السلبيات انا متسيد كل الارقام المتعلقه بالجانب الدفاعي او الجانب الهجومي، ومع ذلك لم اتوج. طب انا عشان ارجع لمكاني الطبيعي اللي هو في كل 10 نسخ باخد منهم 8، او في كل 10 باخد منهم 9، عشان ارجع لمكاني الطبيعي محتاج ان انا اعمل شغلي زي ما دايما بعمله. حصل اجهاد شديد جدا جدا على اللاعبين، مليون في الميه. الاجهاد هنا في نفس المكان ده خلال الموسم قبل ما نتاخر حتى في الجدول، كنا بنقول انه هذا الاجهاد قادم هذا الاجهاد قادم. الاجهاد مش بس بدني، هو اجهاد ذهني. لما تيجي تتفرج على كميه القرارات دي، ايه الفرق بين محمد شريف هداف الدوري ومحمد شريف النسخه الحاليه، رغم انه الافضل تهديفا والافضل نسبا، انه محمد شريف ما كانش وصل الى هذه الحاله من التشبع والاجهاد الذهني والبدني. ده نهايه الدوري، ده كان في دوري ابطال افريقيا طبعا، يعني الموسم النسخه اللي قبليه وصلنا في نهائي محمد شريف وهو هداف مثلا فريق بيرسي تاو، واحد من اكثر صناعه الاهداف مثلا في دوري ابطال افريقيا. لكن زي ما احنا بنقول كده، هي حاله عامه. للاسف النادي الاهلي كان ما بعد نهائي، تحديدا كان بعد نهائي دوري ابطال الأمور افريقيا الامور اصبحت اكثر صعوبة، لان الاجهاد زي ما حضرتك قلت كده في كام حلقه، واحنا ما كنا بنعد فاكر كام، 150 مباراه، اللي بالمناسبه في مدربين حاليا برضو ابتدوا يشتكوا ان ازاي الموسم الجاي هنخش نلعب، وازاي المنتخبات، وازاي الاجهاد، وهم يا دوب لسه هم ريحوا السنه اللي فاتت، كانوا بيلعبوا براحتهم، دلوقتي هم بيشتكوا من الاجهاد. طب النادي الاهلي لما كان بيشتكي من الاجهاد كان بيقول انت بتتحجج، ماشي احنا يعني زي ما بقول لك كل واحد من حقه ان هو، فاحنا في الاخر بنقول اهو عشان نتفادى كل ده بايدينا احنا نقدر نعمل ايه؟ نصلح اخطاء بسيطه عندنا، امور إن شاء الله معنويه وامور فنيه نظبطها، هتلاقي نفسك بتتغلب على الاجهاد، بتتغلب على المشاكل دي، وبتتغلب على من يحاول عرقلتك داخل الملعب. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في الموسم القادم، موسم نقدر نقول ان انتهى بحلو ومر، وان شاء الله القادم افضل. شكرا جزيلا يا جيمي على وجودك معانا، شكرا جزيلا يا جلبرتو على وجودك معانا، انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. ان شاء الله الايام القادمه، ان شاء الله يكون في حاجات جيده
تعجب حضراتكم يتم الإعلان عن صفقات أو عن مدير فني. مش عايز حضراتكم تقلقوا، ومش عايز حضراتكم أو مش عايز كلنا مش عايزين نضغط على الإدارة علشان يكون هناك إن شاء الله مدير فني جيد يليق باسم النادي الأهلي ولاعبين وصفقات يحتاجهم النادي الأهلي خلال الفترات القادمة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم يوم الأحد القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير.